طيب الاي سي بار كالكوليشنز ده اولا هو توبيك مهم جدا، دي حاجه. تاني حاجه هو في الماده دي مهم جدا جدا في الامتحان. ليه؟ لان اكيد اكيد ده حاجه ما فيهاش شك يعني ان لازم هيجي عليه مساله في الامتحان، والمساله دي هيبقى عليها ويت محترم، فالتوبيك ده في الامتحان مهم جدا، دي حاجه. طيب احنا ممكن نبدا التوبيك دوت من اول ان مثلا قوانين بقى، وان البي بتساوي في اي كوزين فاي، وان عندنا ثلاث انواع من الباور اللي هو البي والكي والاس، والكيو بتساوي في اي في الساين فاي، والاس بتساوي في زائد جي كيو. ممكن نبدا من الحته دي ونبدا بقى نرسم مثلثات الباور، ونبدا نخش في المسائل وازاي نجمع المثلثات دي بالقوانين او جرافيكال، او ونرسم المثلثات تسكيل وكده. بس انا مش حابب ابدا من النقطه دي، انا حابب ابدا من البدايه شويه، قبل الحته دي بشويه يعني، قبل القوانين عايز ابدا ايه اصلا البي، وايه اصلا الكيو، وايه الاس، وايه الحاجات دي. طيب ليه عايز اعمل كده؟ لان يعني الكلام دوت انت بعد كده هتعرض له في مواد كتير لحد ما تتخرج، انك تحسب الباور في الاي سي سيركتس، بس هتستخدم القوانين على طول. يعني انت عارف ان في ثلاث انواع من الباور، وعارف الثلاث انواع بيتحسبوا ازاي، فمفيش حد هيقول لك هم جم منين، ولا دول بيعبروا عن ايه. فالكلام دوت لو ما سمعتوش في السيركتس يعني ما اعتقدش ان انت هتسمعه في مواد تاني بعد كده. فانا حابب ابدا معاك شويه افهمك ايه الحاجات دي اصلا، وفي الاخر هنبدا بقى نحل مسائل وناخد ازاي نجمع المثلثات بتاعه الباور مع بعض، وازاي نعمل الكلام ده جرافيكال، وكل الافكار اللي اتقالت في المحاضره دي. بس عايزين نبدا الاول نفهم الكلام دوت معناه ايه. وطبعا بما اننا هنفهم الكلام ده معناه ايه وفي الاخر هنحل مسائل، فالسكشن هيبقى تقيل شويه، بس يعني معلش بقى ايه، تبقوا جدعان كده وتستحملوا معانا السكشن ده. طيب نتكلم بقى عن الباور. دلوقتي في الدي سي الباور كانت بتساوي الفي في الاي، وكان لو الاليمنت اللي انا بحسب له الباور ده كان ريزيستنس، فكان ممكن اقول ان الباور هي الفي في الاي عادي، وكان ممكن اقول انها اي سكويرد في ار، او في سكويرد على ار، وكان الفولتج كونستانت، وكان التيار كونستانت، وبالتالي لما بضرب الفي في الاي كان بيطلع لي الباور رقم كونستانت، وكان الاليمنتس اللي عندي في الدايره الباسيف اليمنتس اللي عندي كان حاجه واحده بس اللي هي الريزيستنس، والريزيستنس دي بطبيعتها بالديسيبيت باور، يعني لما بيمشي فيها تيار فالتيار ده بيسخن الريزيستنس، فالانرجي بتتحول من الكتريكال لهيت. فالريزيستور ده بطبيعته اليمنت بيديسيبيت باور في صوره هيت. في الاي سي بقى الموضوع اختلف تماما، بقى عندنا الفولتج بيتغير مع التايم، والكرنت بيتغير مع التايم، ولو ضربتهم في بعض هلاقي ان الباور هي كمان بتتغير مع التايم، وهلاقي ان عندي ثلاثة باسيف اليمنتس مختلفين عن بعض. يعني الريزيستنس بالديسيبيت باور في صوره هيت، بس الكويل والكاباستور مش بيديسيبيت باور، مش بيكونسيوم باور. امال الكويل بيعمل ايه؟ الكويل دوت لما بيمشي فيه تيار بيولد جوه الكويل ماجنتيك فيلد، فالباور بتتخزن او الانرجي بتتخزن جوه الكويل في صوره ماجنتيك فيلد، مش بيديسيبيت الباور، هو بيخزن الباور دي، بيستور الباور دي في صوره ماجنتيك فيلد. وكمان عندي كاباستور برضو بيستور الباور دوت في صوره الكتريك فيلد. فبقى عندي فولتج بيتغير مع التايم، كرنت بيتغير مع التايم، باور بتتغير مع التايم، وبقى عندي اليمنت بيديسيبيت باور زي الريزيستنس، اليمنت تاني بيستور باور زي الكويل والكاباستور. فالموضوع اختلف تماما في الاي سي. طيب علشان نفهم الباور في الاي سي لازم ندرس الباور بتاعه كل اليمنت لوحده، يعني نشوف شكل الباور في الريزيستنس عامل ازاي، شكل الباور في الكاباستور عامل ازاي، وفي الكويل عامل ازاي. طيب واحده واحده كده. انا دلوقتي لو عندي ريزيستنس، ريزيستنس دي عليها فولتج، الفولتج ده في التايم دومين بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، واحنا عارفين ان الكرنت بيبقى ان فيز مع الفولتج في حاله الريزيستنس يعني، فالتيار هو كمان هيبقى اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، الاثنين هيبقوا ساين، مفيش فيز شيفت ما بينهم. والريليشن ما بين الاي ماكسيمم والفي ماكسيمم هو ان الاي ماكسيمم بتساوي الفي ماكسيمم على ار. طيب ده كده الفولت والتيار. طيب لو انا عايز اجيب البي اوف تي اللي هي الباور كفانكشن في التايم، او بنسميها الانستانتينيوس باور، الباور عند كل لحظه في التايم، الباور دي هتساوي ايه؟ ببساطه هنضرب الفولتج في الكرنت، الفولتج كفانكشن في التايم هنضربه في التيار كفانكشن في التايم،
يطلع لنا الانستانتينيوس باور، باور عند كل لحظه بتساوي كام، فهيطلع الكلام ده بيساوي في ماكسيمم في اي ماكسيمم في ساين سكويرد اوميجا تي. طيب دي كده اسمها الانستانتينيوس باور. طب عايزين نشوف الكلام ده الرسم بتاعه بقى عامل ازاي. دلوقتي الفولتج هو ساين ويف، الكرنت ساين ويف، هنلاقي ان الباور بقت ساين سكويرد. لما الفولتج والكرنت كانوا بوزيتيف الباور بقت بوزيتيف، لما الفولتج بقى نيجاتيف الكرنت كمان كان نيجاتيف فالباور برضو كانت بوزيتيف. طيب دلوقتي الباور بتتغير مع التايم. في الاخر في الاخر الجهاز ده هيحس بايه، الجهاز ده هيستفاد بايه؟ حد يعرف يرد عليا؟ مثلا الار ام اس في الاي ار ام اس. لا انا بتكلم على الباور ما بتكلمش على الفولتج والكارنت. في الباور عماله تتغير، هو في الاخر بقى بيحسس بيه او استفاد بباور قد ايه؟ ايوه اللي هو الباور اللي بقى في ار ام اس مضروب في الاي ار ام اس اللي هي دي ايه بقى؟ الافريج، الافريج باور. يعني انا دلوقتي مثلا عندي في البيت مثلا ثلاجه، الثلاجه دي 1000 واط، المكوه دي 2000 واط، الخلاط ده 400 واط، المكوه دي 2500 واط، 2500 واط. فالارقام دي ايه؟ مش كل الاجهزه دي بتشتغل في الفيشه، وبتشتغل بالفيشه يعني بتشتغل بفولتج اي سي، بتشتغل بتيار اي سي، فالباور الفولتج بتاعه بتغير والكرنت بتاعه بتغير، وبالتالي الباور هي كمان بتتغير. ازاي انا رحت كده والباور بتتغير؟ رحت قايل رقم ثابت، قلت الجهاز ده 1000 واط، ده 500 واط، ده 2000 واط، الرقم ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى الافريج باور. ده اللي يعني بنعبر عن الباور في الاي سي بالافريج باور. يعني من الاخر كده الجهاز بيستفاد بايه او بيحس بايه؟ بيحس بالافريج باور دي. فاحنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها الانستانتينيوس باور، وعلشان لقينا الانستانتينيوس باور دي بتتغير مع التايم مش زي الدي سي ثابته، فعايزين نعبر عن الباور دي برقم. فايه الرقم دوت؟ هو ده الافرج باور، هو ده اللي الجهاز هيستفاد بيه او هيحس بيه، هو ده الرقم اللي بتلاقيه مكتوب على الاجهزه. طيب الافرج باور دي بتساوي ايه؟ القانون الافرج بتاع اي حاجه في الدنيا اللي هو 1 على تي انتجريشن من 0 لتي البي اوف تي دي تي، اللي هو انتجريشن للباور على 1 سايكل. يعني لو عملنا الانتجريشن دوت عوضنا عن الباور كفانكشن في التايم، هيطلع لنا الباور بتساوي نص الفي ماكسيمم في الاي ماكسيمم، اللي هو نص اي ماكسيمم سكويرد في ار، لان الفي ماكسيمم ممكن اشيلها واحط اي ماكسيمم في ار، فتبقى نص اي ماكسيمم سكويرد في ار، او نص في ماكسيمم سكويرد على ار. طيب بس دلوقتي عايزين بس ناخد بالنا من حاجه، عشان الكيس ديت هتتغير في الكويل وفي الكاباستور. الفولتج ساعات بيبقى بوزيتيف وساعات بيبقى نيجاتيف، الكرنت برضو ساعات بيبقى بوزيتيف وساعات بيبقى نيجاتيف، لكن الباور هل في اي لحظه كانت نيجاتيف؟ لا، هنلاقي ان حصل ضرب الفولتج في الكرنت عند اي لحظه هو بوزيتيف، يعني ده ساين وده ساين اتضربوا في بعض بقى ساين سكويرد فبقت بوزيتيف. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الباور لو هي بوزيتيف ان الريزيستنس بتكونسيوم باور، لو بقت نيجاتيف ده معناه ان الريزيستنس هتسبلاي باور. هل ينفع الريزيستنس سبلاي باور؟ اكيد لا. طالما ما ينفعش السبلاي باور يبقى لازم الباور تفضل طول الوقت بوزيتيف. طول الوقت عند اي لحظه زمنيه الريزيستنس بتكونسيوم باور، طبعا بتكونسيوم الالكتريكال باور في صوره هيت. طيب لحد دلوقتي حد عنده مشكله في الكلام ده؟ اتفضل. يعني الباور دايما في اي سي ودي سي في الريزيستور دايما الباور بيديسيبيت؟ طبعا عمر الريزيستنس هو السبلاي باور. هتسبلاي باور ازاي؟ هي ماشي فيها كارنت فبتسخن، هتسبلاي باور ازاي؟ وحبيت اعلق على النقطه دي لان الكويل بقى والكاباستور مش هنلاقي الباور على طول بص، فعشان كنت لازم الفت نظركم للحته دي. طيب ندخل بقى على الجزئيه اللي بعدها سريعا كده، عايزين نعدي الحته دي بسرعه. في حاجه كده اسمها الافكتيف فاليو او الار ام اس فاليو. ايه الافكتيف فاليو دي؟ الموضوع ده بدا من ان احنا عايزين نقيس الافكتيفنس او الكفاءه بتاعه السورس الاي سي بتاعي. طيب فهنعمل دوت ازاي؟ دلوقتي هنجيب تو سيركتس الاثنين فيهم نفس الريزيستنس ار، واحده هنحط عليها فولتج بتغير مع التايم وبالتالي التيار هيبقى بيتغير مع التايم، الثانيه السيركت ديت هتبقى بتتغذى من سبلاي دي سي وسميناه الفي افكتيف.
وماشي فيها التيار اللي هو برضو دي سي واسمه الاي افكتيف. طيب عايزين نحسب بقى الباور في الدايرتين. الباور كفانكشن في التايم في الدايره اللي على الشمال هتبقى في سكويرد اوف تي على ار، بس طبعا الفولتج كفانكشن في التايم ده هيطلع لنا الانستانتينيوس باور. قلنا نعبر عن الباور في الاي سي بالافريج فاليو، فالافريج باور هي 1 على تي انتجريشن من 0 لتي البي اوف تي دي تي. طيب هنعوض عن الباور اللي هي 1 على ار في في سكويرد اوف تي كده، ديت الافريج باور في الدايره الاولانيه اللي هي الاي سي سيركت. طيب السيركت الثانيه الباور ببساطه جدا هي الفي سكويرد على ار اللي هو الفي افكتيف سكويرد على ار. طيب لو انا عايز الباور في الدي سي سيركت تبقى زي الباور في الاي سي سيركت، فهنساوي الفي سكويرد على ار بواحد على ار في الانتجريشن ده، فيطلع لنا ان الفي افكتيف بيساوي الجذر التربيعي، طبعا الار دي هتروح مع الار دي، الجذر التربيعي الواحد على تي انتجريشن من 0 لتي في سكويرد اوف تي دي تي. ايه معنى الكلام اللي انا عملته ده بقى؟ ده بيقول لك لو انت عايز تجيب ريزيستنس ووصلتها على سورس اي سي هتاخد منه افريج باور بفاليو معينه، لو انت عايز تجيب سورس دي سي يدي الريزيستنس دي نفس الباور السورس الدي سي ده هيبقى قيمته الفي افكتيف، او بطريقه تانية ممكن نقول ان السورس الاي سي ده ايكويفالنت للسورس دي سي قيمته الفي افكتيف. ندي مثال تاني برضو، لو انا دلوقتي قلت لك انا عندي سبلاي اي سي، السبلاي الاي سي ده الار ام اس فاليو بتاعته او الافكتيف فاليو بتاعته بتساوي 100 فولت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان السورس ده ايكويفالنت للدي سي 100 فولت، يعني كفاءته كانه سورس دي سي 100 فولت. يبقى معنى ان السورس الاي سي الافكتيف فاليو 100 فولت، ده معناه انه ايكويفالنت لايه؟ لسورس دي سي قيمته 100 فولت. هل حد عنده مشكله في اللي انا قلته ده؟ حد عنده سؤال؟ طيب كويس. طيب الفي افكتيف ده طلع الجذر الروت بتاع الافريج بتاع السكوير بتاع السيجنال، يعني هو الروت بتاع المين بتاع الفي سكوير، فعشان كده سميناه الروت مين سكوير فاليو. تمام كده، يعني الفي افكتيف ممكن نقول عليه هو الفي ار ام اس. ونفس الاثبات ده لو عملناه على الكرنت هيطلع برضو ان الاي افكتيف اللي هو الاي ار ام اس بيساوي الجذر التربيعي الواحد على تي انتجريشن من 0 تي الاي سكويرد اوف تي دي تي، يعني هو الروت بتاع المين بتاع الكرنت سكوير. طيب الكلام ده فاليد لاي تيار وفولتج بيتغير مع التايم، مش لازم يكون ساينوسويدال، ده القانون الجنرال القانون العام. طيب ان كيس بقى، ان كيس ان الفولتج بتاعي ساينوسويدال والكرنت بتاعي ساينوسويدال، يعني لو جينا الاي اوف تي ده شلناه حطينا اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، وشلنا الفي اوف تي وحطينا في ماكسيمم ساين اوميجا تي، هنلاقي ان القانون بتاع الجذر ده والتكامل ده طلع لنا ايه؟ ان الفي ار ام اس في ماكسيمم على جذر 2 والاي ار ام اس بيساوي الاي ماكسيمم على جذر 2، يعني الافكتيف فاليو بتاعه الساينوسويدال سيجنال بتساوي الماكسيمم او البيك على جذر 2. فعايزين بقى نعوض في قانون الباور بتاع الريزيستنس الافريج باور اللي هو نص في ماكسيمم في الاي ماكسيمم، النص دي هنشيل الاثنين ديت ونخليها جذر 2 في جذر 2، فيبقى في ماكسيمم على جذر 2 اللي هو الفي ار ام اس والاي ماكسيمم على جذر 2 اللي هو الاي ار ام اس، فهيبقى الباور رجع الثاني شبه الدي سي شبه القوانين، اتشلنا النص من القانون وبقت الباور هي الفي ار ام اس في الاي ار ام اس، او اي ار ام اس سكويرد في ار، او في ار ام اس سكويرد على الار. يبقى الباور هي الفي في الاي او الاي سكويرد في ار او الفي سكويرد على ار، بس ناخد بالنا ان الفي او الاي ده هو الار ام اس كارنت. دي كده احنا خلصنا كل الكلام عن الباور بتاعه الريزيستنس، ان احنا عندنا حاجه اسمها الانستانتينيوس باور طلعت بتتغير مع التايم، فقلنا هنعبر عن الباور دي بالافريج، هنحسب الافريج فاليو، والافريج باور في الريزيستنس كانت هي الفي في الاي او الاي ار ام اس سكويرد في ار او الفي سكويرد على الار. وما ننساش حاجه مهمه ان الباور الانستانتينيوس كانت بوزيتيف عند اي لحظه في التايم، عمرها ما كانت نيجاتيف، يعني عمر ما في لحظه هلاقي ان الريزيستنس بتسبلاي باور للدايره، ده مستحيل يحصل، هي طول الوقت الباور بتاعتها بوزيتيف، يعني بتكونسيوم باور من الدايره. ده كده ملخص اللي انا قلته عن الريزيستنس. هل حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ باشمهندس اتفضل. هو احنا ليه عوضنا بالفي ار ام اس والاي ام اس في القانون بتاع الباور؟ ما كنت سبب الماكسيمم عادي علشان تبقى القوانين شبه الدي سي اللي هو في اي اي سكويرد في ار في سكويرد على ار على طول من غير النص ده، بس لكن الاثنين صح عادي. الاثنين طبعا صح، بس يعني ما تستخدمش ده في الامتحان اللي هو الماكسيمم بالظبط.
وهو حتى اصلا لما بيجي يتكلم عن اي سورس في الدنيا اي سي بيتكلم عنه بالافكتيف فاليو بتاعته. يعني لما اقول البيت عندك 220 فولت فده الار ام اس مش البيك على فكره. يعني اي سبلاي في الدنيا والفولتج اللي جيفن في الامتحان في مسائل الباور ده الار ام اس، فانت مش محتاج تحوله، انت هتعوض بيه على طول. وهيبقى القوانين شبه الدي سي اللي هو اي سكويرد في ار في سكويرد على ار. ده بيمثل من الاخر كده الافشنسي بتاعه السورس. تمام. طيب حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ندخل بقى ايه في الكويل وفي الكاباستور، ودي هتبقى ارخم سنه فركزوا فيها بقى. طيب دلوقتي طبعا يعني كل اللي انا بشرحه ده للفهم بس، اول ما تلاقيني قلت ان البي ايكوال في اي كوزين فاي وان الكيو ايكوال في اي ساين فاي وان في حاجه اسمها الاس كده انت دخلت ايه في اللي هيجي في الامتحان. طيب سريعا كده بقى، الاندكتور لو انا عليه فولتج في اوف تي والتيار بتاعه اي اوف تي، فالفي اوف تي مثلا ممكن يكون في ماكسيمم كوزين اوميجا تي، فالاي اوف تي هيبقى اي ماكسيمم كوزين اوميجا تي ناقص 90، هيبقى لاج ب 90 درجه، وكوزين اوميجا تي ناقص 90 ديت اللي هي ساين اوميجا تي. والريليشن ما بين الاي ماكسيمم والفي ماكسيمم ان الاي ماكسيمم بيساوي في ماكسيمم على الاكس ال. طيب البي اوف تي باور يعني الانستانتينيوس باور هتبقى الفي اوف تي في الاي اوف تي، فهيطلع في ماكسيمم في الاي ماكسيمم في كوزين اوميجا تي في ساين اوميجا تي. كوزين اوميجا تي في ساين اوميجا تي ديت ممكن اشيلها واحط نايس نص ساين 2 اوميجا تي. طيب الافريج باور بقى هتبقى 1 على تي انتجريشن من 0 لتي الباور اللي هو نص في ماكسيمم اي ماكسيمم ساين 2 اوميجا تي. طيب الانتجريشن بتاع طبعا دي ساين ويف ساين 2 اوميجا تي دي ساين شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف، الافريج بتاعه يبقى بزيرو، فالافريج باور بتاعه الاندكتور بزيرو. وانت اصلا عارف من القوانين اللي انت خدتها في المحاضره قبل كده ان البي اللي هي في اي كوزين فاي وعندنا كيو اللي هي في اي ساين فاي، البي في حاله الكويل بصفر والبي في حاله الكاباستور بصفر، البي موجوده في الريزيستنس بس. فعلا لما حسبنا الافريج باور طلع بصفر، بس السؤال ازاي الافريج باور بصفر؟ يعني هتقول لي يا باشمهندس ركز بس، ما هو الباور دي ساينوسويدال، مش طلعت الباور بتساوي نص في ماكسيمم اي ماكسيمم في ساين 2 اوميجا تي والساين دي شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف فالافريج بتاعه زيرو؟ اقول لك تمام، ده ما ضايقكش يعني ان الباور شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف ده ما ضايقكش؟ طيب تعالوا ايه نشوف كده الكلام ده معناه ايه بقى. ادي رسمه الفولتج اهي كوزين اوميجا تي، الكرنت هيبقى بيلاج ب 90 درجه فهيتشفت يمين كده 90 درجه فهيبقى ساين اوميجا تي، وحاصل ضرب الاثنين دول في بعض ممكن تضربهم نقطه نقطه على الرسمه تطلع الرسمه اللي تحت. ده حل، اول حل احنا عارفين ان هي طلعت ساين 2 اوميجا تي، فهرسم كده سيجنال عباره عن ساين ويف وهتبقى اسرع مرتين من الويف اللي فوقيها. يعني لما دي بتعمل نص سايكل اللي هو الكرنت تلاقي الباور عملت سايكل كامل. دي رسمه الباور، طبعا لقيناها شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، فالافريج باور بصفر. طيب انا هشرح بقى الحته دي، لو اتفهمت كويس خير وبركه، ما اتفهمتش يعني مش مشكله قوي، بس يعني ايه انا هشرحها على قد ما اقدر واحاول اقولها بكذا طريقه. هو الباور يعني ايه بوزيتيف ويعني ايه نيجاتيف؟ بوزيتيف هتقول لي الكويل كان بيكونسيوم باور، سهله. نيجاتيف ده معناه ان الكويل بيسبلاي باور. ازاي بقى الكويل يسبلاي باور؟ تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل كده. اول حاجه عايزين نبص على اللحظه الزمنيه اللي هي من صفر، او الفتره الزمنيه اللي هي من صفر لحد تي على 4 اللي هي ربع السايكل، اللي هو الوقت اللي كان الكرنت فيه بيزيد من زيرو لحد الاي ماكسيمم اللي هو الجزئيه دي، اول ربع سايكل دي اللي هو التيار لما كان بيزيد. ودلوقتي انت خدت في اي ماده قبل كده في الفيلد مثلا او في اي ماده ان الكويل دوت لما بيمشي فيه تيار بيتولد فيه ماجنتيك فيلد، وان لما بيتولد جواه ماجنتيك فيلد بيبقى جواه انرجي ستورد في صوره ماجنتيك فيلد. حد فاكر الانرجي ستورد دي كانت بتساوي ايه؟ حد يعرف يرد عليا؟ حد عارف يا شباب؟ هاف اي ال. ايوه هاف اي ال، لا كانت نص ال هاف اي سكوير في الاي سكويرد، نص ال اي سكويرد صح كده. طيب يبقى دلوقتي الكويل بتاعنا لما بيمشي فيه تيار بيتولد فيه ماجنتيك فيلد
وبالتالي بقى فيه energy stored في صورة magnetic field. الانرجي ستورد دي بتساوي ايه؟ بتعتمد على الماجنتيك فيلد وعلى قيمة الكرنت، فهي بتساوي نص ال اي سكويرد. فدلوقتي في الفترة اللي هي من صفر لحد تي على 4 التيار كان عمال يزيد، فالماجنتيك فيلد كان بيزيد، فالانرجي ستورد بتزيد. ولو جينا نبص حتى من القانون هنلاقي ان الانرجي ستورد نص ال اي سكويرد، فلما التيار بيزيد ايه اللي بيحصل؟ لما التيار هيزيد الانرجي دي هتزيد. طيب تعالى كده نبص على الباور في الفترة من 0 لتي على 4، هنلاقي ان الباور كانت بوستيف، ده معناه ان الكويل بيكونسيوم باور، بياخد باور من السبلاي، وبالتالي فعلا هو عمال ياخد انرجي، عمال يخزن انرجي في صورة ماجنتيك فيلد. طيب نبص بقى على الفترة الزمنية اللي هي من تي على 4 لحد تي على 2، اللي هو التيار كان بيقل من الماكسيمم لحد الصفر، اللي هي الفترة دي. طيب لما التيار بيقل ايه اللي بيحصل؟ الماجنتيك فيلد اكيد هيقل، والانرجي ستورد اكيد هتقل لان الماجنتيك فيلد قل، او من القانون هي نص ال اي سكويرد، فلما الاي هيقل الانرجي هتقل. طيب تعالوا نبص على الباور، هتلاقي ان الباور بقت نيجاتيف، ده معناه ان الكويل بقى بيسبلاي باور. ايه معنى الكلام ده؟ دلوقتي لما التيار بيقل الماجنتيك فيلد بيقل والانرجي بتقل. السؤال، مش الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم؟ يعني دلوقتي الكويل ده كان متخزن جواه طاقة، لما التيار بدأ يقل الطاقة دي بدأت تقل، راحت فين؟ أكيد ما طارتش في الهواء، أكيد راحت في حتة. طيب إجابة السؤال ده إن الباور بدأت ترجع تاني للسبلاي، الكويل بقى بيسبلاي باور، بقى بيرجع الباور تاني للسبلاي. يعني لما التيار كان بيزيد كان الكويل بنقول عليه ان هو بيتشارج، الكويل بيشحن، الكويل بيستور انرجي، بيخزن انرجي في صورة ماجنتيك فيلد. لما التيار بدأ يقل الكويل بيديستشارج، بيفرغ الانرجي دي، بيرجعها تاني للسبلاي. طيب لما التيار يرجع يزيد في عكس الاتجاه هيرجع الكويل يشحن، بعد كده لما التيار يرجع يقل هيرجع الكويل يفرغ، فهيفضل يتشارج ويديستشارج، يخزن الانرجي في صورة ماجنتيك فيلد ويرجع تاني يرجع الانرجي دي للسبلاي. فالباور هتفضل شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، شويه بياخد الباور بيخزنها في صوره ماجنتيك فيلد، وشويه بيجيف اب الباور دي، بيفقد الباور دي بيرجعها تاني للسبلاي، بيسبلاي الباور دي للدايره تاني. يعني هو بيكونسيوم الباور للدايره من السبلاي ويرجع يسبلاي الباور للدايره تاني، فهنلاقي ان الافرج بتاع الباور بصفر. طيب حد عن سؤال في الجزئيه دي؟ وصلت يعني؟ اه تمام يا باشمهندس. يبقى تاني كده ملخص القصة ديت، التيار لما بيزيد الكويل كان بيتشارج، كان بيشحن، كان بيستور انرجي في صورة ماجنتيك فيلد، لما الكارنت ده بيقل هنلاقي ان الانرجي بتقل، وبما ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم فاكيد الانرجي دي بتروح لحتة، فهو بيرجع الانرجي تاني للدايرة، الانرجي اللي كانت متخزنة في صورة ماجنتيك فيلد بيرجعها للدايرة. فهو مختلف عن الريزيستنس، الريزيستنس بيديسيبيت الباور لما بيمشي فيها تيار بتسخن، لكن الكويل بيخزن الانرجي دي واقدر اخدها منه تاني. لما الباور بتبقى بوزيتيف انا بخزن الانرجي في صوره ماجنتيك فيلد، لما الباور تبقى نيجاتيف انا باكستراكت، بستخرج الباور دي من الماجنتيك فيلد، برجع اخدها تاني. طيب دلوقتي بقى ايه ده كده كان حته للفهم يعني، بس بعيدا عن الكلام اللي انا شرحته ده، الباور هي طلعت في الاخر انها شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، وان الافرج بتاعها بصفر. اعبر عن الباور دي ازاي؟ البي اللي هي الافرج باور اللي هي الاكتف باور ما بقتش تنفع تعبر عن ده لانها بصفر. طيب ازاي اعبر عن الانرجي على الباور ديت؟ قال لك هنعبر عنها بنوع تاني من الباور اسمه الرياكتف باور اللي هي الكيو. ايه هي الكيو ديت؟ هي البيك بتاعه الباور دي، يعني البيك بتاعه الباور بتاعه الكويل هي دي الكيو، هي دي الرياكتف باور. يعني الكيو دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن مقدار الانرجي اكستشينج بين السورس والكويل، مش السورس عمال يدي الباور يدي الانرجي للكويل ويرجع الكويل يديها للسورس تاني، يفضل الانرجي رايحه جايه بين السورس والكويل. طيب الانرجي اكستشينج الباور اللي بتتبادل ما بينهم دي بنعبر عنها بالبيك. فلو مثلا الكويل الكيو بتاعته ب 10 ده معناه ان الانرجي اكستشينج ما بينهم 10، لو كويل تاني الكيو بتاعته ب 50 ده معناه ان الانرجي ترانسفير بينه وبين السورس اكبر. ف
فالكيو دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الانرجي اكستشينج بين الكويل والسورس. طيب ايه تاني نقدر نقول بقى الرياكتيف باور ديت؟ وعلى فكره كلمه رياكتيف دي رياكتيف لو ترجمتها كده في جوجل هيقول لك اسمها معناها تفاعلي. رياكتيف يعني تفاعلي، لان بيبقى فيه تفاعل او رياكشن ما بين السبلاي والسورس، بيبقى فيه باور رايحه جايه ما بينهم غير الريزيستنس، هي اليمنت بيديسيبيت بس. فعشان كده الكويل والكاباستور بنسميهم رياكتيف اليمنتس، والباور بتاعتهم بنسميها رياكتيف باور. طيب الرياكتيف باور ديت قلنا ان هي البيك. لو رجعنا كده للقانون بتاع الباور فوق خالص في الصفحه دي هنلاقي ان الباور الانستانتينيوس بتساوي نص في ماكسيمم اي ماكسيمم ساين 2 اوميجا تي، والبيك بتاعه الباور هي نص في ماكسيمم في الاي ماكسيمم، فالكيو بتاعه الكويل هي نص في ماكسيمم في اي في الاي ماكسيمم. وطبعا احنا عارفين ان نص في ماكسيمم اي ماكسيمم دي بتساوي الفي ار ام اس في الاي ار ام اس، فالكيو بتاعه الكويل هي في ار ام اس في اي ار ام اس او اي ار ام اس سكويرد في اكس ال، لان ممكن اشيل الفي ار ام اس واحط مكانه اي في اكس فيبقى اي سكويرد في اكس، او اشيل الاي واحط في على اكس فتبقى في سكويرد على الاكس. فلقينا ان القانون الكيو شبه القانون بتاع البي بالظبط، بس بدل الار بنحط اكس فيبقى في في اي او اي سكويرد في اكس او في سكويرد على اكس. اخر حاجه ال اليونت بتاع الاثنين البي والكيو الاثنين فولت في تيار، بس الفولت في التيار ده في البي اللي هي الاكتيف بار كنا بنسميه وات، كنا عايزين نسمي الفولت في التيار كده نسميه يونت معينه سميناها وات. علشان نفرق او نميز ما بين البي والكيو سمينا الفولت في التيار في حاله الكيو فار، اللي اختصار فولت امبير رياكتيف، سمينا اليونت بتاعه الكيو فار. طيب عدي بقى سريعا على الكاباستور، نفس الكلام الفولتج هيبقى في ماكسيمم كوزاين اوميجا تي، الاي اوف تي بيساوي اي ماكسيمم كوزاين اوميجا تي زائد 90 عشان التيار بيليد الفولتج ب 90 درجه، وكوزاين اوميجا تي زائد 90 دي هي ناقص ساين اوميجا تي. وطبعا الفي ماكسيمم هي الاي ماكسيمم في الاكس سي، فيبقى الباور الانستانتينيوس بتساوي الفي اوف تي في الاي اوف تي، فهتطلع ناقص نص اي ماكسيمم في في ماكسيمم في ساين 2 اوميجا تي، ولو حسبنا الافرج بتاع الكلام ده هيطلع زيرو. نفس الكلام لو رسمنا الفولتج والكرنت هنلاقي ان الكرنت بيليد متشفت شمال شويه بيليد ب 90 درجه، ولو ضربنا الفولت في التيار هيطلع لنا نيجاتيف ساين 2 اوميجا تي اللي هي طلعت فوق ديت، فيطلع لنا الباور شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف والافريج بتاعه زيرو. ولو جينا نبص مثلا على الفتره دي اللي هي اللي انا هعلمها هنا ديت اللي هي من اللي هي الفولتج كان بيزيد فيها من زيرو لماكسيمم، هنلاقي ان الباور كانت بوزيتيف. ليه؟ لما بوصل الفولتج على عكس بقى الكويل بقى هنا الفولتج لما يزيد الانرجي ستورد في الكاباستور كانت نص سي في سكويرد، لما الفي كان بيزيد الفولتج كان الالكتريك فيلد بيزيد والانرجي ستورد اللي في الالكتريك فيلد بتزيد اللي هي نص سي في سكويرد، فلما الفولتج بيزيد كانت الباور بوستد كان الكاباستور بيشحن. لما الفولتج هيقل من الماكسيمم للصفر هنلاقي ان الالكتريك فيلد بيقل والانرجي ستورد في الالكتريك فيلد اللي هي نص سي في الفي سكويرد بتقل، وبالتالي الباور كانت نيجاتيف. الكويل الكباستور بيسبلاي الباور تاني للدايره بيرجعها تاني للدايره، فالفولتج لما كان بيزيد الكباستور كان بيتشارج كان بيشحن، لما الفولتج بيقل الكباستور بيديس تشارج كان بيفرغ. ونفس الكلام هنعبر عن الباور ديت بالرياكتيف باور اللي هي الكيو، واللي هي النص الفي ماكسيمم في الاي ماكسيمم برضو طلعت في ار ام اس في اي ار ام اس، او بدل الفي في الاي ممكن نقول اي سكويرد في اكس سي او في سكويرد على الاكس سي، واليونت برضو بتاعتها فار. وديت بتريبريزنت الانرجي اكستشينج بين السورس والكاباستور. وانا عارف ان انا حاطط نيجاتيف في القانون، مش مهم النيجاتيف ده ايه دلوقتي، هنقوله في الاخر يعني شويه كده قدام نقول النيجاتيف ده معناه ايه. طيب عايز بقى الخص كل الكلام اللي انا قلته ده عشان نبدا ندخل في القوانين بتاعتنا وفي المسائل. الكونكلوجن بقى احنا عندنا نوعين من الباور، حاجه اسمها البي اللي هي الاكتيف باور واليونت بتاعتها وات، حاجه اسمها الكيو اللي هي الرياكتيف باور واليونت بتاعتها فار. انا دلوقتي لو عندي جهاز، الجهاز ده مش بيور ار ولا هو بيور ال ولا هو بيور سي، هو ممكن يكون كومباينيشن من الاليمنتس دي، فهيسحب البي وهيسحب الكيو. دلوقتي الافرج باور اللي الجهاز خدها هي ايه؟ هي البي، يعني الانرجي اللي خدها الجهاز هي البي،
والانرجي دي تحولت من كهرباء من الكتريكال لصورة تانية غير الكهرباء. يعني مثلا لو هي لمبة فالانرجي تحولت من الكتريك انرجي لللايت لضوء، لو مكوى اتحولت من كهرباء لسخونة، لو مطور اتحولت من كهرباء لحركة. فالبي دي اللي هي الاكتف باور او الافرج باور اللي بياخدها الجهاز دي بتريبريزنت ايه؟ بتريبريزنت الانرجي converted from electric form to non-electric form، الطاقة اللي بتتحول من صورة كهربائية لصورة تانية. يبقى البي سميناها الاكتف باور ليه؟ لانها الطاقة الفعالة، هي دي الطاقة اللي بيستفاد بيها الجهاز، هي دي الطاقة اللي تحولت من electrical لإيه؟ لحاجة non-electrical زي حركة أو ضوء أو heat أو أي حاجة. اللي بيكونسيوم الباور ديت في الدوائر عندي هي resistors، واليونت بتاعة الباور دي هي الوات. في نوع تاني من الباور اللي هو الكيو، ده اسمه الرياكتف باور، ده الافرج بتاعه صفر، يعني الجهاز ما خدش حاجه. امال هو بيريبريزنت ايه؟ بيريبريزنت الانرجي اكستشينج بين السورس والرياكتف اليمنت اللي هو الكويل او الكاباستور، واليونت بتاعتها فار، واللي بيكونسيوم الباور ديت يا اما كويل يا اما كاباستور. طيب ندي مثال صغير كده على حاجه فيها بي وكيو مع بعض، حاجه فيها ار وال مع بعض. الموتور مثلا، انت دلوقتي بيشتغل ازاي الموتور ده؟ انا عارف ان انتوا خدتوش الموتور قبل كده، بس يعني او خدتوه في ثانويه عامه تقريبا. الموتور ده بيشتغل ازاي؟ بيبقى فيه كويل، لما بوصل الكويل ده بالفيشه بيسحب تيار فبيطلع ماجنتيك فيلد، فالموتور بطريقه ما او بنظريه عمل ما بيتحرك بيلف. الطاقه اتحولت هنا من ايه لايه؟ من الكتريكال لميكانيكال لحركه. الانرجي او الباور اللي اتحولت من كهرباء لحركه دي اسمها الاكتيف باور. الانرجي ستورد، ودي اللي انا استفدت بيها الاكتف باور دي، الانرجي ستورد بقى جوه الماجنتيك فيلد اللي جوه الماتور دي، الطاقه المتخزنه جوه الماجنتيك فيلد دي، دي الكيو، دي الرياكتف باور، بتبقى ضروريه عشان الاوبريشن بتاعه الجهاز تحصل، بس انا مش بستفاد بالانرجي ستورد دي. يبقى في حاجه اسمها البي اللي هي الاكتف باور، دي الافرج باور اللي بياخدها الجهاز، دي اللي بتتحول من صوره كهربائيه لصوره تانية. في حاجه اسمها الرياكتف باور اللي بتمثل الانرجي المتخزنه في صورة ماجنتيك فيلد في الكويل او الالكتريك فيلد في حالة الكاباستور. ده كده كان الجزء اللي انا كنت عايزكم تفهموه، ايه اصلا الاكتف باور وايه اصلا الرياكتف باور. بعد كده بقى نبدأ ندخل في القوانين. هل حد عنده مشكلة في اللي انا شرحته ده؟ حد عايز يسأل في حاجة؟ عندي سؤال يا باشمهندس. تفضل. هو ليه الافريج بتاع الكيوب زيرو؟ علشان الرسمة بتاعتها هي ساينوسويدل. بس دوت البي مش الكيو. لا ما هو انا ما هو في حاجه اسمها الانستانتينيوس باور اللي هو حصل ضرب الفولت في التيار، مش انت تعرف عمرك تعرف ان الباور هي الفولت في التيار، صح كده؟ اه. لما رحنا ضربنا الفولت في التيار طلع بالشكل ده في الريزيستنس، تعالى كده نجيبها، طلع بالشكل ده، طلع حاجه دايما بوستل. فعبرنا عن الشكل ده بايه؟ قلنا مش هينفع نعبر عنها بفي ماكسيمم اي ماكسيمم ساين سكوير، مش هينفع، عايزين نقول الجهاز ده بياخد رقم، فعبرنا عنه بالافرج باور، صح كده؟ تمام. نفس الباور الانستانتينيوس دي رحت حسبتها للكويل، طلعت حاجه بتتغير زي كده، شويه بوست شويه نيجد. انا كنت نفسي احسب الافرج بتاعها، كان نفسي اعمل كده، لقيته بصفر، فلا انا مش عارف اعبر عنها، مش عارف اعبر عن الانستانتينيوس بتاع الكويل، مش عارف اعبر عنه بالافرج، فعبرت عنه بنوع تاني اللي هو الرياكتيف، اللي هو البيك بقى بتاعه الانستانتينيوس باور. يعني في الحالتين انا عندي فولت طيار حاصل ضربهم عند اي لحظه بيديني انستانتينيوس باور، بعبر عن الانستانتينيوس باور دي بستبدلها بالافرج باور في الريزيستنس، بستبدلها بالبيك او الرياكتيف باور في حاله الكويل والكاباستور. تمام كده؟ تمام فهمت. طيب وطبعا الاكتيف باور دي بتعبر عن الافرج اللي انا خدته، او الاكتيف باور اللي هي الطاقه بقى الفعاله. عايزين ننسى كلمه افرج دي عشان المصطلح اللي بيستخدم بين مهندسين الكهرباء هو الاكتيف باور، الطاقه الفعاله. والكيو اللي هي البيك ديت محدش بيقول عليها البيك، وغالبا محدش يعرف اصلا انها البيك عشان محدش بيبص في الحته بتاعه الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد اللي انا قلتها ديت. فالكيو ديت بتعبر عن ايه؟ اللي هي الرياكتيف باور دي بتعبر عن الانرجي اكستشينج، الطاقه اللي بتروح وتيجي بين الكويل والسورس او الكاباستور والسورس. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب نكمل. عايزين بقى نخش بقى في القوانين اللي احنا هنحل بيها المسائل
ومثلث الباور والحاجات اللي انتوا خدتوها دي. طيب انا هحاول اعدي على الكلام ده بسرعه لان انا اعتقد ان انت فاهمه كويس، بس لو حد عنده اي سؤال يستوقفني. طيب لو انا دلوقتي عندي لود، احنا خدنا الباور لو ريزيستنس بس، لو كويل بس، ولو كاباستور بس، تفرض انا عندي كومباينيشن من الكلام ده، عندي امبيدنس، عندي لود، اللود ده ليه فولتج اسمه في وسيتا في، الانجل يعني بتاعت الفولتج، وماشي فيه كارنت او بيسحب كارنت اي وسيتا اي. اللود ده جواه ايه؟ جواه اي حاجه. يعني ايه جواه اي حاجه؟ جواه يا عم ار، جواه ال بس، جواه سي بس، جواه ار وال، جواه ار وسي، جواه اي حاجه. انا دلوقتي اللود ده هيكونسيوم ايه؟ قلت لي والله يا باشمهندس لو هو كان ار بس، فلو جيت حسبت له البي هيطلع عليها رقم والكيو هتطلع بصفر. لو هو كان ال بس، لو جيت حسبت له البي اللي هي الاكتف بار هتطلع بصفر والكيو هتطلع برقم. ولو هو سي نفس الكلام. طب لو هو ار وال، لا هيبقى بيسحب الاثنين مع بعض، هيبقى بيسحب بي وهيبقى بيسحب كيو الاثنين مع بعض. الريزيستيف بارت بيسحب بي، الرياكتيف بارت اللي هو ال او سي بيسحب كيو. فانا عايز اعرف اللود ده او البوكس ده اللي جوه البوكس ده بيسحب ايه. فقال لك والله البي هي الفي في الاي في كوزاين الفاي واليونت بتاعتها وات، والكيو هي في اي في ساين فاي واليونت بتاعتها فار. وقال لك ان الفاي دي هي السيتا في ناقص سيتا اي، هي الفيز شيفت بين الفولتج والكرنت. تمام كده؟ طيب يبقى اللي جوه البوكس ده البي بتاعته بكذا، الكيو بتاعته بكذا. لو كان ار بس القانونين دولت البي هتطلع لي فاليو، كيو لا. لو كانت ال بس الكيو هتطلع لي فاليو والبي لا. ونفس الكلام لو كبسته، لو ار وال البي هيطلع لها رقم والكيو هيطلع لها رقم. طب القوانين دي فاليد على ايه؟ اقول لك لو ار، لو ال، لو ار وسي، لو اي حاجه، لو اي حاجه، لو في سورس جوه القوانين دي فاليد، القوانين دي فاليد. يعني لو في فولتج سورس اعرف احسب الباور بتاعته البي والكيو بتاعته من القانون اللي هو في اي كوزاين فاي وفي اي ساين فاي، لو في كارنت سورس، لو في لود، لو في اي حاجه، القوانين دي فاليد على اي حاجه. لو في كلب جوه البوكس ده القوانين دي هتمشي عليه، اي حاجه القوانين دي صح تمشي عليه. طيب بس بشرط واحد فقط، ايه هو الشرط ده؟ ان الفولتج يكون ساينوسويدال والكرنت يكون ساينوسويدال. الاثبات بتاع القوانين دي هو مش هممنا في حاجه، يعني ما يفرقش معايا ان انا اعمل لك الاثبات ده في حاجه، بس يعني الاثبات بتاع القوانين دي قايم على ان الفولتج والكرنت ساينوسويدال. طيب قال لي مفيش مشكله في الحته دي، ان القانون بتاع البي والكيو. طيب الكومبلكس باور بقى، في حاجه كده المهندسين بتوع كهربا باور عرفوها اللي هي الاس. الاس دي قال لك بتساوي ايه يا عم؟ باي ديفينيشن هو عرفها كده، ان الفي، ان الاس دي بتساوي الفي في الاي كونجكت. الفي اللي هو الفي والسيتا في. طب الاي كونجكت ده هو ايه؟ هو الاي ونيجاتيف سيتا اي. يعني الاي كونجكت ده اللي هو المرافق بتاع الكرنت، لو بنحط نيجاتيف جنب الانجل كده. طيب لو ضربنا الكلام ده في بعض، هنضرب الماجنيتيود في بعض، هيبقى في في اي، والانجل هنجمعهم هيبقى سيتا في ناقص سيتا اي. سيتا في ناقص سيتا اي هي الفاي، فهيبقى الكلام ده بيديني في اي وانجل فاي. طيب في اي وانجل فاي ده مش ده رقم كومبلكس ليه ماجنيتيود وانجل ومكتوب في البولر فورم؟ ينفع اكتبه في الريكتانجولار فورم صح كده؟ ينفع اكتبه ريل بارت وايماجينري بارت. فلو جبت الريل والايماجينري بتاعه هتلاقي ان الريل هو في اي كوزاين فاي، والايماجينري بتاعه هو في اي ساين فاي، فيبقى في اي كوزاين فاي بلس جي في اي ساين فاي. في اي كوزاين فاي ده هو البي، في اي ساين فاي دوت هو الكيو، فيبقى الاس هي البي في الاي كونجكت، او الفي في اي وانجل فاي، او بي زائد جي كيو. طيب ليه مهندسين الكهرباء بقى عرفوا الكميه دي اللي هي الكومبلكس باور دي؟ قال لك ببساطه لانها بتحمل كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها عن الباور بتاعه اللود. ازاي يعني؟ انت لو جبت الفي والاي كونجكت ضربتهم في بعض هيطلع لك رقم كومبلكس، قلت لي تمام، اللي هو بي زائد جي كيو. فالرقم الكومبلكس اللي طلع لك ده كان الريل بارت بتاعه هو الاكتيف باور، كان الايماجينري بارت بتاعه هو الرياكتيف باور. طب هل دي بس المعلومات؟ لا، ده في كمان معلومات لسه هنقولها قدام شويه، ان الانجل بتاعه الاس دي كانت الفاي، والفاي دي اللي هي البار فاكتور انجل، وكوزاين الفاي هو البار فاكتور. فانت عرفت لما ضربت الفي في الاي كونجكت انت عرفت من الريل بارت قيمه الاكتيف باور،
ومن الإماجنري بارت عرفت الرياكتف باور، وكمان من الأنجل بتاعت الإس أنت عرفت الباور فاكتور بكام بتاع اللود. ومش بس كده، ده لسه فيها كذا حاجة تانية لسه هنقولها، بس يعني الكومبلكس باور دي بتحمل كل المعلومات عن الباور بتاعة اللود، عشان كده مهندسين الكهرباء عرفوها، وبتساعدنا جدا 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 في حسابات الباور. يعني حسابات الباور بقت سهلة قوي بسبب الكومبلكس باور اللي اتعرفت دي، ولسه هنشوف يعني لسه هنشوف ازاي الحسابات بقت سهلة، اللي هو المثلثات والكلام بقت الموضوع لعبة. يعني بعد ما عرفنا الكومبلكس باور دي بقى الموضوع لعبة، بعد ما كان معقد طبعا. طيب عشان برضو نميز بين البي والكيو والاس، احنا قلنا ان البي اليونت بتاعتها وات، والكيو اليونت بتاعتها فار، اليونت بتاعت الاس هنسميها فولت امبير، فكلهم فولت في طيار، كلهم فولت في طيار، بس هنسمي ده وات ده فار ده فولت امبير، عشان لما ادي لك الباور من اليونت بتاعتها تفهم انا اديتك الاكتف ولا الرياكتف ولا الكومبلكس باور. طيب هل حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اللي انا قلته في الصفحه دي ان الباور هي في اي كوزين فاي، الكيو هي في اي ساين فاي، ان في حاجه عرفناها اسمها الكومبلكس باور اللي هي في الاي كونجكت طلعت بي زائد جي كيو، لما بتحسب الكميه دي بيبقى معاك كل معلومات الباور. طيب عايزين نشوف القوانين دي هل فعلا هتدينا القوانين اللي انا استنتجتها للار والال والسي ولا لا. تعالوا كده نشوف. قبل بس ما اقول الحته ديت، كل الفولت والكارنس اللي في القوانين اللي فوق اللي هي في اي كوزين فاي وفي اي ساين فاي وفي اي كونجكت، كل الفي والاي دولت ار ام اس فاليوز، يعني التيار والفولت اللي في كل القوانين اللي في الصفحه اللي فاتت دول ار ام اس فاليوز. وباي ذا واي كل الفولتج اللي بيبقى جيفن في مسائل الباور بيبقى ار ام اس فاليو، يعني لما يقول لك الفولت ده اللود ده شغال عند فولت 200 فولت يبقى ال 200 فولت دي ار ام اس، من غير ما يقول من غير ما يقول، يعني الفولتج اللي جيفن في مساله الباور باي ديفولت هو ار ام اس فاليو. طيب تعالوا نشوف كده لو عندي ار بس او ال بس او سي بس، تعالوا نشوف القوانين دي هتدلنا ايه لو طبقتها عليهم. الفاي اللي هي سيتا في ناقص سيتا اي هيبقى بتساوي زيرو، لان الفولتج والكرنت ان فيز، فالفيز شيفت ما بينهم صفر. طيب البي اللي هي في اي كوزين فاي هتطلع كوزين صفر بواحد، هتطلع في في اي، ولو شلت الفي حطيت اي في ار هتطلع اي سكويرد في ار وفي سكويرد على ار. طب لو عوضت عن الكيو، في في اي ساين فاي، الفاي بصفر ساين صفر بصفر، ففعلا طلع لنا ان البي هي في في اي او اي سكويرد في ار او في سكويرد على ار زي ما استنتجنا، وطلع ان الكيو بصفر. تمام كده، لان مفيش موضوع الانرجي اللي هي بتوسيليت ما بين السبلاي والكلام ده مش موجود في الريزستور، فطلع لنا فعلا الكيو بصفر، وطلع ان الاس بتساوي البي زائد جي كيو، كيو بصفر، فتطلع الاس بتساوي البي بس. طيب تعال نشوف في الكويل، الفاي هتبقى سيتا في ناقص سيتا اي، فهتطلع ب 90 درجه. ليه؟ لان زاويه الفولتج هتبقى اكبر من زاويه الكرنت 90، لان التيار بيلاج الفولتج ب 90. طيب هنلاقي ان البي في اي كوزين فاي كوساين 90 بصفر، طلعت البي بصفر، واحنا عارفين فعلا احنا استنتجنا فوق في القوانين اللي كتبناها في الفهم ديت في اول 10 صفحات دول، طلعت فعلا البي بصفر، الافريج بار كان بصفر او الاكتف بار كان بصفر. طب الفي اي ساين فاي ساين 90 بواحد، فهيبقى في في اي او اي سكويرد في اكس او في سكويرد على اكس، نفس القانون اللي استنتجناه برضو فوق، فطلع في كيو ومفيش بي، والاس هي هتبقى جي كيو. طيب الفاي هي سيتا في ناقص سيتا اي، هنا بقى زاويه الكرنت اكبر من الفولتج ب 90، لان الكرنت بيليد الفولتج، فهيبقى سيتا في ناقص سيتا اي بناقص 90، فكوزين ناقص 90 برضو بصفر، ساين ناقص 90 بناقص 1، فهيبقى كيو ناقص في في اي وناقص اي سكويرد في اكس سي وناقص في سكويرد على اكس سي. برضو طلع احنا استنتجنا فوق ان البي بصفر، وان الكيو ناقص اي سكويرد في اكس سي او ناقص في سكويرد على اكس سي، وان الاس هتساوي جي كيو لان البي بصفر. طيب عايز اقول حاجتين، اول حاجه انا واخد بالي ان في نيجاتيف في الكيو بتاعت الكاباستور وما شرحتهاش، يعني هحاول اقولها دلوقتي. تاني حاجه، هنا الفاي بتساوي سيتا في ناقص سيتا اي، تلعب ب 90 في الكويل وناقص 90 في الكاباستور. عايزك تركز في حاجه، السيتا اي في الكويل بتبقى نيجاتيف، يعني مثلا لو السيتا في بزيرو فزاويه الاي هيبقى لاج، فهيبقى الزاويه بتاعته ناقص 90، يبقى السيتا اي زاويه الكرنت
بناقص 90. لكن الفاي في حالة الكويل في حالة اللاج بتبقى بوستف. ليه؟ لأنها مش سيتا اي، هي بتساوي سيتا في ناقص سيتا اي، فيبقى صفر ناقص ناقص 90 بزائد 90. فالفاي بوستف لكن السيتا اي نيجاتيف. فرق بين الاتنين دول. انا ليه بقول الكلام ده؟ هتشوف في المسائل وهتحتاجه، يعني ممكن تلخبطك الحتة دي لو ما خدتش بالك منها. طيب في الكاباستور السيتا في لو بصفر هيبقى الاي بيسبق، فيبقى السيتا اي ب 90، السيتا اي بلس هي الاكبر، لكن الفاي هتبقى نيجاتيف، يعني سيتا في ناقص 90 لا صفر ناقص 90 هتطلع ناقص 90. طيب نيجي بقى لحاجه كمان، بعد ما عرفنا الكومبلكس باور اللي هي بي زائد جي كيو او في في اي وانجل فاي او الاس وانجل فاي، قال لك احنا ممكن نريبريزنت البي والكيو والماجنيتيود بتاع الاس باضلاع مثلث قائم. ازاي؟ مش الاس دي رقم كومبلكس؟ ماشي رقم كومبلكس. طيب البي الريل بارت بتاعه اللي هو البي، صح كده؟ انت لما بتيجي ترسم رقم كومبلكس بترسم الريل على الهوريزونتال اكس والايماجينري بارت بترسمه على الفيرتيكال اكس. فخلاص ارسم البي حاجه خط افقي كده، الكيو خط راسي، واللي بيوصل اللي بيقفل المثلث ده هو الماجنيتيود بتاع الاس اللي هو البي سكويرد زائد كيو سكويرد تحت الروت، او هو الفي في الاي، والانجل بتاعه الاس اللي هي الفاي ديت هي دي الانجل بتاعه المثلث اللي هي الانجل اللي على الشمال دي. يبقى بما ان الاس دي رقم كومبلكس فنقدر امثل البي والكيو والماجنيتيود بتاع الاس باضلاع مثلث قائم، وده بيسهل لنا الحسابات جدا، يعني ان القوانين بقت سهله جدا. ان الاس بقى ممكن اقول انها بي سكويرد زائد كيو سكويرد تحت الروت، واقول ان الفاي هي تان ماينس 1 بي على كيو، يعني اقدر ادي لك معلومتين بس تجيب المعلومتين التانيين. يعني لو جبت لك اي لود قلت لك البي بتاعته بكام ومثلا الكيو بتاعته بكام، فتروح قايل لي اه الاس هي ده سكوير زائد ده سكوير تحت الروت، هتقول لي الفاي هي تان ماينس 1 كيو على بي. طب لو قلت لك الاكتف باور بتاعته كذا والباور فاكتور بتاعه بكذا، خلاص هتقدر تجيب الاس برضو بكام، لان الفاي دي او كوزاين الفاي دي هي البي على الاس، وانت معاك البي فهتعرف تجيب الاس، والاس سكويرد ناقص البي سكويرد تحت الروت هتجيب الكيو. فاي معلومتين اي معلومتين هديهم لك هتعرف تجيب الاثنين التانيين. طيب فبمثل الكومبلكس بار دي باضلاع مثلث قائم اللي هي البي والكيو والاس، ده في حاله الاندكتيف لود. في حاله الكاباستيف نفس الكلام، هيبقى بي بس الكيو تحت لانها كانت نيجاتيف زي ما طلعت من القوانين، والاس هتبقى اللي بتقفل المثلث ودي الفاي. تمام كده؟ طيب حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ اه يا باشمهندس، ليه الفاي هي الانجل ما بين البي والاس؟ ليه الانجل بين البي والاس؟ مش انت فاكر من الكومبلكس ان الانجل اللي هي الفاي دي كان بتساوي 10 ماينس 1 الايماجينري على الريل؟ أوه. الانجل اللي بتساوي 10 ماينس 1 كيو على بي هي انهي؟ الانجل اللي هي اللي على الشمال دي، صح كده؟ اه تمام. هي اللي بين البي والاس، مش بين الكيو والاس، بين البي والاس، بين الريل والماجنتيود. تمام خدت كده؟ تمام تمام يا باشمهندس، شكرا. باور فاكتور بقى، انت دلوقتي التوتال باور الماجنتيود بتاع الاس ده بنسميه اللي هو الفي في الاي بنسميه الابيرنت باور. تمام كده؟ طيب الابيرنت باور دي او التوتال باور اللي هي الفي في الاي الفولت في التيار، مش كل الباور دي انا بستفيد منها، انا بستفاد بجزء منها اللي هو الفي اي كوزاين فاي اللي هو الاكتف باور. فانا ببقى عايز اعرف او اعرف النسبه بين البي للتوتال باور، يعني بين البي اللي هي الفي اي كوزاين فاي على التوتال باور اللي هي الفي في الاي، ببقى عايز اعرف الباور فاكتور بكام. بنعرف حاجه كده اسمها الباور فاكتور اللي هو الريشيو بين الاكتف باور والابيرنت باور. طيب يبقى تعريف الباور فاكتور هو البي اللي هي الاكتف باور، الباور اللي بستفاد منها، على الابيرنت باور او التوتال باور اللي هي الفي في الاي. ده التعريف بتاع الباور فاكتور. ان كيس ان الفولتج والكرنت ساينوسويدال، هقدر بقى اعوض عن ان البي بتساوي في اي كوزين فاي وان الاس بتساوي في اي، فاكنسل الفي والاي مع بعض بقى لي كوزين فاي. يبقى الباور فاكتور هو بي على اس، هيطلع كوزين فاي ان كيس ان الفولتج والكرنت ساينوسويدال. انا عارف ان كل الفولتج والكرنت اللي انت خدتهم في الاي سي ساينوسويدال، بس انا بفهمك ان القوانين دي في الكيس بتاعه الساينوسويدال بس، عشان لو دخلت باور وقابلت في يوم من الايام حاجه مش ساينوسويدال ولقيت القوانين بترجع للاصل بتاعها
ما تستغربش انت ما تعرفش القوانين بنستخدم ازاي لو مش ساين، بس على الاقل تبقى عارف ان اللي انت بتستخدمه دلوقتي ده في حاله الساينوسويدال سيجنال بس. طيب كوزاين فاي دي بقى ده هيطلع رقم، بنكتب جنبيه كلمه يا اما لاج يا اما ليد. ليه لاج وليد؟ عشان نفرق بين المثلثين دول. يعني انا لو دلوقتي اديتك البي والباور فاكتور انت مش هتبقى عارف ترسم المثلث الكيو فوق زي على الشمال ولا الكيو تحت زي المثلث اللي على اليمين. فعشان تعرف بكتب لك جنب الباور فاكتور كده كلمه، كلمه لاج معناها اندكتيف لود، كلمه ليد معناها كاباستيف لود. يعني ايه لاج وليد؟ لاج وليد اقصد التيار، خلي بالك كويس جدا، انا اقصد التيار. يعني ايه اقصد التيار؟ يعني لما اقول لاج اقصد ان التيار بيلاج الفولتج، ولما اقول ليد اقصد ان الكرنت بيليد الفولتج. فالكرنت بيلاج الفولتج في حاله الاندكتيف لود وبيليد الفولتج في حاله الكاباستيف لود. طيب يبقى تاني الخص بقى اللي انا قلته، في حاجه اسمها الاكتيف باور اللي هي في اي كوساين فاي، في حاجه اسمها الرياكتيف باور اللي هي في اي كوساين فاي، في حاجه اسمها كومبلكس باور احنا عرفناها بتساوي في في الاي كونجكت، والكلام ده طلع بيساوي في في اي وانجل فاي او بي زائد جي كيو. وعشان هي كومبلكس نمبر قدرنا نريبريزنت البي والكيو والاس باضلاع مثلث قائم. وفي حاجه اسمها الباور فاكتور اللي هي البي على الابيرنت باور، وبنكتب اللي هو طلع كوساين فاي اللي هو بنكتب جنبه لاج او ليد. طيب برضو تعالوا كده نبص سريعا على الثلاثة elements بتوعنا اللي هو الار والال والسي. لو احنا عندنا ار بس او ال بس او سي بس، هتلاقوا ان البي الباور بتاعتها اي سكويرد في ار، وان الكيوب صفر، والاس هتساوي البي لان ما فيش كيو. فيبقى الباور فاكتور اللي هو البي على الماجنيتيوب بتاع الاس هيطلع بواحد، فالباور فاكتور في الكيس في الكيس بتاعه الريزيستنس بواحد. طيب او ممكن نقول ان الفاي بزيرو في حاله الريزيستنس، الفيس شيفت بزيرو بين الفولت والكرنت، فكوزاين صفر بواحد، فالباور فاكتور برضو بواحد. في حاله الكويل البي بزيرو، طب الكيو باي سكويرد في اكس، والاس هي جي كيو، فالباور فاكتور اللي هو البي على الاس، البي بصفر، فيطلع الباور فاكتور بصفر، ونكتب جنبها لاج، فيبقى الباور فاكتور زيرو لاج. يعني ده بيور رياكتيف اليمنت بس هو كويل مش كاباستور. او نقول ان الفاي بي 90 وكوزاين 90 بزيرو، فالباور فاكتور برضو بزيرو لاج. في حاله بقى الكاباستور الباور برضو بصفر، الكيوب نيجاتيف اي سكويرد في اكس سي، فيطلع الباور فاكتور برضو بصفر بس صفر ليد. او الفاي بناقص 90 فكوزاين ناقص 90 بصفر يبقى صفر ليد. يبقى ان عندي ار مع ال او ار مع سي. لو ار مع ال الباور فاكتور هيبقى ما بين صفر وواحد، هو لو كان ال بس كان هيبقى بصفر، لو كان R بس كان هيبقى بواحد. احنا عندنا هنا R و L مع بعض، فيبقى الباور فاكتور ما بين صفر وواحد، وما بين صفر وواحد لاج لانه كويل. والفاي مش هتبقى صفر ولا 90، هتبقى ما بين صفر و90. طب لو R و C الباور فاكتور برضو ما بين صفر وواحد بس ليد، والفاي ما بين ناقص 90 وصفر. طيب حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ طيب عظيم. اخر حاجه اقول حته الباور بتاعه الكاباستور بصفر ليه ولا بنيجاتيف ليه ولا نعديها؟ لا ولا باشمهندس كمل، احنا قلنا كل حاجه النهارده. طيب ماشي، شكلكم تعبتوا ولا ايه؟ فاهمين. طيب ماشي، اخر حاجه بقى انا هقول، انا عارف ان الحته اللي انا هقولها دي صعبه، انا هقولها بس انا هقولها يعني عشان تبقى بس ايه فاهم. تعالوا كده نبص على الباور بتاعة الكويل وبتاعة الكاباستور. بص بقى سيدي، هنا الفولتج كان ده الكويل على فكرة، الفولتج كان كوزاين، الكارنت كان ساين، البي اللي هي حاصل ضرب الاتنين مع بعض طلع اللي هي الساين 2 اوميجا تي دي. عايزك بس تاخد بالك كده ان هي كانت ايه، بوستيف الاول بعدين نيجاتيف، بوستيف نيجاتيف، صح كده؟ تعالوا ننزل على الكاباستور بقى، بس الشخبطه دي هتلاقوا هنا بقى ايه، الفولتج كوزاين زي الفولتج اللي فوق، الكرنت لا ده مش بيلاج بيلي فبقى ناقص ساين، والباور هي فوق كانت بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، هنا بقى الباور ايه، نيجاتيف بعدين بوزيتيف، نيجاتيف بعدين بوزيتيف. حد واخد باله من حاجه؟ يعني حد كده ملاحظ حاجه يقدر يقول لي حاجه
لاحظ الفرق بين الكيو بتاعه الكاباستور والكيو بتاعه الكويل. في فيز شيفت ما بينهم، في فيز شيفت ما بينهم، تعرف كم درجه؟ 180. 180 في فيز شيفت 180 درجه، يعني دي نيجاتيف، دي لما دي كانت بوزيتيف دي نيجاتيف، ولما دي نيجاتيف دي بقت بوزيتيف، صح كده ولا مش واخدين بالكو؟ طب اطلع تاني اهو، ادي الكيو بتاعت الكويل، تهيألي واضحه، ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، اللي تحت لا نيجاتيف بعد كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يعني ايه في فيز شيفت ما بينهم؟ هو اصلا يعني ايه كيو بوزيتيف في الكويل ونيجاتيف في الكاباستور؟ دلوقتي لو قلت لك ان الكويل الكيو بتاعته 10 كيلو فار، قلت لك الكاباستور 7 كيلو فار، ممكن تقول لي الكيو توتال بكام؟ يعني واحد كده يرد عليا يقول لي الكيو توتال بكام؟ لو الكيو بتاع الكويل ب 10، الكيو بتاع الكاباستور ب 7، يبقى التوتال بكام؟ 3. 3 مش ب 17، صح كده؟ يعني هنطرحهم مش هنجمعهم، صح؟ يعني يا باشمهندس اتقي الله، يعني دلوقتي الكويل بيسحب 10، لما اجيب كاباستور يسحب 7، يبقى الاثنين مع بعض كانهم 3. طيب تعالوا نفهم بقى الكلام ده معناه ايه. فيعني انا هقولها واجري على الله، فهمتوها خلاص. دلوقتي انا ممكن اقول لك ان الكيو ديت بوزيتيف ولا نيجاتيف لكذا سبب. اولا في فيز شيفت ما بينهم 180 درجه، وان دي نيجاتيف، دي كانت ساين 2 اوميجا تي، دي ناقص ساين 2 اوميجا تي، ديت كانت لما دي بوزيتيف دي نيجاتيف، لما دي نيجاتيف بقت بوزيتيف. طب ده معناه ايه؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا جايب كويل، الكويل ده بياخد 10 فار. يعني ايه 10 فار؟ قلت لي يعني في انرجي رايحه جايه بين الكويل والسبلاي والبيك بتاعتها 10. قلت لي حلو. طيب لو جيت حطيت كاباستور ب7، هتقول لي في 7 رايحين جايين برضو في الكاباستور. طيب ليه بقى بيتطرحوا من بعض؟ بص يا سيدي، لما الكويل كانت الباور بتاعته بوزيتيف كان بيعمل ايه؟ كان بيشحن، كان بيكونسيوم باور، صح كده؟ في نفس الوقت ده الكاباستور كان بيفرغ، كانت البار بتاعته نيجاتيف، كان بيديس تشارج، كان بيسبلاي باور، فالكاباستور هو اللي هيدي الباور للكويل. طيب بعد 180 درجه الكويل بقى نيجاتيف، البار بتاعته نيجاتيف، ده معناه ايه؟ انه بيسبلاي باور، انه بيدي باور، انه بيديس تشارج، بيفرغ. ساعتها الباور بتاعه الكاباستور بقى بوزيتيف، يعني الكاباستور بيتشارج بيشحن، عايز باور فهياخدها من الكويل. فبقى ايه اللي حصل؟ لما ده بيشحن ده بيفرغ، ولما ده بيفرغ ده بيشحن. فده بقى السبعة بتوع الكاباستور بيروحوا فين؟ ما بين الكويل والكاباستور. يعني مثلا لما الكويل ده بياخد 10، بياخد 7 من الكاباستور و3 من السبلاي. لما يجي يفرغ هيدي 7 للكاباستور ويدي 3 للسبلاي. لما يجي يشحن ياخد 7 من الكاباستور و3 من السبلاي، يجي يفرغ يروح مرجع 7 للكاباستور ويرجع 3 للسبلاي. تمام كده؟ بقى في 7 رايحين جايين بين الكويل والكاباستور، والسبلاي بقى فيه 3 بس. يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت كويل السبلاي لازم يدي الكويل 10، لو حطيت كويل وكاباستور لازم يدي الكويل والكاباستور مع بعض 3 بس. عشان كده بسبب ان في فيز شيفت، بسبب ان ده بيشحن ده كان بيفرغ، الرياكتيف باور بتاعه الكويل بوزيتيف والكاباستور نيجاتيف، الاثنين بيطرحوا مع بعض مش بيتجمعوا على بعض. انا عارف ان انا قلت ده صعب جدا، بس هل وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طيب ماشي الحمد لله. تمام يا باشمهندس الحمد لله. فعشان كده بنرسم المثلث بتاع الكويل، الكيو فوق كاباستيف، بنرسم الكيو تحت، بنطرحهم من بعض مش بنجمعهم على بعض. طيب نقول بقى كلمتين كده عشان المسائل، وان شاء الله حل معاكم مسائل يعني شامله كل الافكار اللي اتقالت في المحاضره، سواء بقى هنحل بالقوانين، سواء هنحل حاجات جرافيكال، وهنرسم المثلثات تو سكيل، يعني هنعمل كل حاجه ان شاء الله. طيب قال لك دلوقتي انت لو عندك تو لودز، انت ممكن تجمع التو لودز دول في لود واحد. يعني انت عندك لود ده بيسحب باور واللود ده بيسحب باور، انت عايز تقول ان الباور بتاعه الاثنين بكذا، يعني تستبدل الاثنين دول بواحد، تشيل المثلثين دول وتحط مكانهم مثلث واحد، او التو لودز وتحط مكانهم لود واحد. فانت مثلا لو عندك تو لودز زي كده، اللود الاولاني بيسحب بي 1 كيو 1 اس 1 وفاي 1، اللود الثاني بي 2 كيو 2 اس 2. فالاوفر اول لود
هيبقى هنجمع البي على بعض يبقى بيسحب بي توتال اللي هي دي اللي هي بي 1 زائد البي 2. طيب والكيو هنجمعهم على بعض هيبقى كيو 1 زائد كيو 2 اللي هي الكيو توتال اللي هي دي. طيب هل الاس توتال تساوي الاس 1 زائد اس 2؟ ينفع؟ لا. ليه لا؟ لا لا شرط ليهم نفس الزاويه عشان دول مش نفس الزاويه دول مش نفس الاتجاه يعني بي 1 وبي 2 في نفس الاتجاه فجمعتهم على بعض كيو 1 وكيو 2 نفس الاتجاه فجمعتهم على بعض فالتوتال هي بي 1 زائد بي 2 كيو توتال هي كيو 1 زائد كيو 2. طب اس توتال لا مش اس 1 زائد اس 2 طب اجيبها منين؟ قال لك هي البي توتال سكويرد زائد الكيو توتال سكويرد تحت الروت هي الضلع ده سكوير زائد الضلع ده سكوير تحت الجذر. طب الفاي توتال برضو مش بتساوي فاي 1 زائد فاي 2 هي بتساوي 10 ماينس 1 كيو توتال على البي توتال. ولو المثلثين بتوعي كان واحد فيهم اندكتيف واحد كاباستيف فهنطرح الكيو فيبقى البي توتال هي بي 1 زائد 2 الكيو توتال هي كيو 1 ناقص كيو 2 والاس توتال نفس الكلام هي البي توتال سكوير زائد كيو توتال سكوير تحت الروت والفاي توتال هي 10 ماينس 1 كيو توتال على بي توتال فلازم نراعي الاتجاهات في الكيو. طيب ملخص بقى اللي انا قلته كله ونحل مساله. طبعا اول 10 صفحات دول للفهم اللي فيهم رسمه الفولتج والكرنت والباور دي انا كاتب على الملزمه كده للفهم يعني ده انت مش محتاجه في الامتحان خالص بس طبعا لو حابب تذاكره دلوقتي يعني ذاكره عادي لكن ساعه الامتحان انت هتذاكر القوانين بس. طيب الباور لكن الكلام ده مش السيلف اللي انا شرحته في الاول ده مش السيلف. الباور اللي هي الاكتف باور بتساوي في اي كوزين فاي الرياكتف باور بتاعه الكويل والكاباستور بتساوي في اي ساين فاي الاس هي الفي في الاي كونجكت بيطلع لنا الكلام ده في في اي وانجل فاي او بي زائد جي كيو اليونت بتاعه الباور الاكتف باور وات بتاعه الرياكتف باور بار بتاعه الاس فولت امبير والباور فاكتور هو البي على الاس اللي هو كوزين الفاي كنا بنكتب لاج لو كويل وليد لو كاباستور. في حد فتح المايك وعامل وش يقفله سوري نسيت. طيب طبعا القوانين ديت دي الجنرال يعني القوانين بتاعت اي لود لو اللود ده كان ريزيستنس بس فهيسحب بي بس اللي هي اي سكويرد في ار او في سكويرد على ار لو كويل هيسحب كيو اي سكويرد في اكس ال او في سكويرد على اكس ال لو كاباستور هيسحب برضو كيو والكيو هتبقى نيجاتيف لنيجاتيف اي سكويرد في اكس سي او نيجاتيف في سكويرد على الاكس سي. طيب والفي والاي اللي في كل القوانين ديت ار ام اس فاليوز واي فولتج جيفن في المساله هو ار ام اس فاليو الا لو هو قال لك العكس لكن لو ما اتكلمش هو ار ام اس. طيب نيجي بقى لاول مساله المساله ديت بس عشان تتعود على المثلثات والقوانين بعد المساله الاولانيه ديت نبدا ايه نخش في افكار الامتحان بقى ايه اللي بيجي في الامتحان. والملزمه اللي انا عاملها للباور ديت يعني انا حاططها لكم على في الفايلز بتاعت جروب 2 في على مايكروسوفت تيمز عشان لو عايزين تذاكروها ولو حابين ترفعوا على الدرايف يعني لباقي الدفعه وكده برضو ارفعوها عادي. طيب اول مساله بقى بتقول ايه جايب لك لود جايب لك تو لودز وكاتب لك على اللود معلومتين اللي هو 24 كيلو وات بوينت 8 لاج. اول حاجه كده هو اداني البي ولا الكيو ولا الاس؟ اداني بي البي. طب واللود الثاني نفس الكلام 40 كيلو وات يعني اداني البي وقال لي الباور فاكتور 0.95 لاج وقال لي هات الباور فاكتور بتاع الكومبايند لود يعني لو التو لودز دول مع بعض جمعت الباور بتاعتهم الباور فاكتور بتاعهم يبقى بكام. طيب هرجع انا في حاجه قلتها سريعا بس اكد عليها ثاني مثلث الباور لو اديتك فيه اي هو فيه كم معلومه اربعه بي كيو اس فاي وبدل فاي بنقولها بطريقه تانية بنقول الباور فاكتور فانا عندي اربع معلومات بي كيو اس فاي من يعني من اول دلوقتي ده بقى مش فاهم ده مسائل لازم تحفظ اللي انا هقوله كويس وتركز في اللي انا هقوله كويس جدا. طيب عندنا كم معلومه بي كيو اس باور فاكتور لو ادالك اي معلومتين كن على يقين انك تقدر تجيب الاثنين التانيين يعني مثلا لو اديتك البي والاس هتروح تقول الكيو هي ديت سكويرد ناقص البي سكويرد على تحت الروت والفاي هي 10 ماينس 1
كيو على بي. فانت لو اديتك اي معلومتين كن على يقين تعرف تجيب المعلومتين الثانيين. طيب تعالوا بقى نرجع للمسائل. دلوقتي هنا مديني اول لود اداني معلومتين اللي هم البي والباور فاكتور. حد يقدر يقول لي نجيب ازاي الاس والكيو؟ قوانين افتكر كده. ايوه حد يقول فباور فاكتور في اللود الاولاني باور فاكتور بيساوي بي على اس. تمام ماشي فممكن نجيب الاس من اللود الاولاني. برافو برافو. الباور فاكتور هو البي على الاس. وبما ان انا معايا البي يبقى اجيب الاس. يبقى الاس هي البي على الباور فاكتور. البي ب 24 كيلو وات والباور فاكتور ب 8.10 يطلع 30 كيلو فولت امبير. خلي بالك من اليونتس فولت امبير. طيب والكيو هي الاس سكويرد ناقص بي سكويرد تطلع 18 كيلو فار. اللود الثاني نفس الكلام الباور فاكتور والبي على الاس. اداني البي والباور فاكتور اجيب الاس بكام تطلع 42 كيلو فولت امبير. الكيو هي الاس سكويرد ناقص بي سكويرد تطلع 13 كيلو فار. كده انا جبت الاربع معلومات. اقدر ارسم المثلثين دول. ادي المثلث الاولاني البي بتاعته والكيو بتاعته والاس بتاعته. المثلث الثاني البي بتاعته والكيو بتاعته والاس بتاعته. هجمعهم ازاي؟ هجمع البي على البي ف 24 40 يبقوا 64. ال 18 وال 13 واحد من 10 يبقى 31 واحد من 10. الاس توتال مش بتساوي اس 1 زائد اس 2. اما اجيبها منين؟ اقول ال 64 سكويرد وال 31 سكويرد تحت الروت يطلع 71. والفاي توتال هي 10 ماينس 1 الكيو على البي. طيب هو كان عايز ايه؟ كان عايز الاوفر اول باور فاكتور او التوتال باور فاكتور او الباور فاكتور بتاع الكومبايند لود. طيب الباور فاكتور بتاع الكومبايند لود كان ممكن نقول ان هو كوزاين الفاي او نقول ان هو البي على الاس على طول. فالبي ب 64 والاس ب 71 يطلع 9 من 10. لحد هنا اجابتك ناقصه. لو قلت 9 من 10 وسكت لازم تقول لاج ولا ليد. هنا الباور فاكتور لاج. ليه لاج؟ لان الكيو بوزيتيف يبقى ده كويل. فلما يكون كويل يبقى لاج. في مطلوب تاني كان موجود في المساله اللي هو تعمل باور فاكتور كوركشن. بس يعني مش الحته دي مش هتيجي. يعني الدكتور قال ان هي ملغيه من عليك باور فاكتور كوركشن. ان احنا نوصل كاباستور ونقلل الكيو كده. طيب تاني بقى مساله. دي بقى افكار اللي بتيجي بقى في الامتحانات. انت عندك الامتحان يجي سكه من اتنين. يجي سكه من اتنين. معلش يا باشمهندس معلش اتفضل اتفضل. اللي كان بيسال يا معلش حضرتك قلت ايه الفكره اما لغايه دلوقتي عشان ما سمعتش. المساله اللي فاتت بعد ما جمعت المثلثين وجبت الاوفر اول باور فاكتور قال لك هات قيمة الكاباستور اللي تخلي البار فاكتور يبقى واحد اللي تحسن البار فاكتور. البار فاكتور كوريكشن دي ملغية مش هتجيلكوا السنة. يعني الدكتور قال البار فاكتور كوريكشن انك تحط كاباستور عشان تحسن البار فاكتور. قال دي انا مش هجيبها. انا كنت يعني كنت دخلت المحاضرة كده عشان عندي سيكشن بعدها وكان متأخر وبتاع وسمعته يعني وبقول مش هجيبها يعني. فالحتة دي سبوء المطلوب ده سبوء يعني. طيب الامتحان بقى المساله اللي فاتت دي بس بوريك نجمع مثلثين على بعض ازاي. لكن الامتحان افكاره ايه؟ تبقى حاجه من اتنين. تبقى سكه من اتنين. اول سكه هنحل عليها مساله. السكه الثانيه بقى نشرحها براحتنا وهنحل عليها كذا مساله. ودي الاهم يعني. المساله الثانيه اللي هنحل عليها كتير دي الاهم. طيب ايه اول سكه يسالك فيها في الامتحان؟ انه يجيب لك تو لودز زي كده اللي هو لود واحد ولود اثنين اللي هو اللود ال 8 كيلو وات واللود ال 20 كيلو فولت امبير ده. ويجيب لك السبلاي اللي هو الفي اس. الفي اس ده اللي هو السورس بتاعك. وقال لك ان السبلاي ده متوصل بالتو لودز متوصل للحملين دول مش في الهواء مش وايرلس صح كده. السبلاي ده متوصل بالحملين دول عن طريق كابل او عن طريق ممكن نسميه ترانسميشن لاين او نسميه فيدر. تمام كده. ممكن يقول كابل ممكن يقول ترانسميشن لاين ممكن نقول فيدر. والترانسميشن لاين ده بيبقى ليه امبيدنس اللي هو ليه ريزيستنس 0.05 وليه رياكتنس اللي هي جي 0.5.
طيب ويديك الفولتج بتاع التولودز. التولودز طبعا بيتوصلوا ان بارالل والفولتج اللي عليهم هيبقى 250 فولت. ويقول لك هات فولت السبلاي بقى، يعني لو انا عايز الفولتج على التولودز يبقى 250 اخلي فولت السبلاي يبقى كام. تمام كده، دي اول فكره تيجي في الامتحان. وخلي بالك ان المساله دي مش لازم يرسمها لك زي ما انا رسمها، ممكن يحكيها لك. يعني ايه يحكيها لك؟ يعني يقول لك لود رقم واحد، انا كاتب على اللود ده ايه، ان الباور بتاعته 8 كيلو وات والباور فاكتور 0.8 ليت، صح كده؟ ما يرسمه لكش، يروح قايل لك ايه لود رقم واحد ويكتب لك جنبه اكتف باور بتاعته 8 كيلو وات الباور فاكتور بتاعه 8/10 ليت. يقول لك عندك لود 2 20 كيلو فولت امبير و 0.6 لاج، ويروح قايل لك التو لودز دول بيتغذوا من ترانسميشن لاين اللي امبيدنس بتاعته بتساوي 0.05 زائد J.5. يقول لك هات فولت السبلاي. انت اللي لازم ترسم الدايره. هتقول لي طب وانا هنجم يعني ما ممكن تكون متوصله اي توصيله؟ اقول لك لا، الاحمال بتتوصل بارلل باي ديفولت، بتتوصل بارلل. ليه؟ لان الاحمال بتشتغل عند فولتج معين. يعني مثلا بما اننا شغالين في مصر 220 فولت، فاي حمل في الدنيا هيخش البلد دي لازم يكون بيشتغل على 220 فولت. يعني لو روحت اشتري خلاط عليه 220 فولت، لو روحت اشتري تلاجة هتبقى 220 فولت، غير في امريكا مثلا تبقى 120 فولت او 110. تمام كده، فالجهاز ده بيشتغل عند فولتج معين، لو خد فولتج اقل مش هيشتغل صح، وبالتالي الفولتج بتاع اللود ما ينفعش يتغير، ما ينفعش يتلعب فيه. وما ان ما ينفعش يتلعب فيه، لو انا وصلت الاحمال كلها ان سيريس الفولت هيتقسم عليهم، وما ينفعش الفولت يتقسم عليهم، فلازم يتوصلوا بارلل كلهم ياخدوا نفس الفولت اللي هو 220 او ايا كان الفولتج بتاع البلد اللي انت فيها. فما ان الاحمال لازم تشتغل عند فولت ثابت، فلازم الاحمال تتوصل بارلل. فانا لو قلت لك انت عندك حملين، انت هتروح ترسم ايه الحملين بارلل بدون ما انا اقول لك، وهترسم معاهم السبلاي بارلل اللي هو الفي اس. بس ما بين الفي اس والاحمال لو انا سكت وبس كده هترسمه بارلل، لكن لو قلت لك اللي موصل السورس بالاحمال ترانسميشن لاين وليه امبيدنس، لازم تحط الامبيدنس بتاعه الترانسميشن لاين زي ما انا راسم. فانا ممكن احكي لك المساله بالكلام، ما اكتبش ما ارسمش خالص، اخلي المساله كلها كلام بس. وممكن، وعلى فكره في مساله انا حاططها في الملزمه كده كلام بس، وممكن ارسمها لك زي كده. طيب ايا كان ايا كان انت هتعرف ترسمها المفروض. عايزين بقى نجيب الفي اس ده. الفي اس ده ببساطه جدا جدا جدا، لو طبقت كي في ال في اللوب اللي على الشمال اللي هي اللوب دي كده، هتلاقي ان الفي اس ده هو عباره عن الاي اس اللي هو التيار بتاع السبلاي في الامبيدنس بتاعه الترانسميشن لاين زائد ال 250 فولت. تعالوا نبص كده تحت، اهو الفي اس بيساوي 250 فولت زائد اي اس في 0.05 زائد J.5. طيب ناقص اجيب ايه؟ الاي اس. لو عرفت اجيب الكرنت بتاع السبلاي بكام، هطبق الكي في ال دي واجيب الفي اس. طيب اجيب كرنت السبلاي ازاي؟ ببساطه شديده، انت مدي لك الاحمال، مديك الباور بتاعتها، ومديك الفولتج اللي هي بتشتغل عليه اللي هو ال 250 فولت، وكاتب لك تحتيه ار ام اس. ولو مش كاتب انا هعتبره ان هو ار ام اس. بما انه مديك الفولتج والباور، تعرف تجيب الكرنت، تعرف تجيب اي واحد بكام، تعرف تجيب تيار اللود الثاني اللي هو اي 2 بكام، وتعرف تجمع اي واحد زائد اي 2 فتجيب الاي اس. طيب اي واحد تجيبه ازاي؟ ببساطه كل الباور اللي عندك هي فولت في تيار، يعني البي هي في اي كوزين فاي، الكيو هي في اي في ساين فاي، الاس هي في في الاي كونجكت. شوف هو مدي لك ايه واستخدمها. هو مثلا قال لك هو مدي لك في اول لود البي اللي هي كيلو، عشان اليونت بتاعتها كيلو وات، حط قانون البي، البي بتساوي في اي كوزين فاي، يبقى الاي واحد كماجنتيود، لان الفي والاي اللي في القانون ده ماجنتيود، فماجنتيود الاي واحد هو بي على في في كوزين فاي. البي ب 8 كيلو وات، ما تنساش تضرب في 10 اس 3، ما تنساش تضرب في 10 اس 3، ما تنساش تضرب في 10 اس 3. طيب الفي ب 250 وكوزين فاي ب 8/10 يطلع 40 امبير. طب الاي واحد بقى كماجنتيود وانجل هيبقى 40 امبير، والانجل بتاعته هنجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك الفاي بتساوي سيتا في ناقص سيتا اي، فهو قال لك السيتا بتاعت الفولتج اللي هو ال 250 فولت الانجل بتاعتها بصفر. فلو الانجل بتاعه الفولتج بصفر، اللود ده ليد ولا لاج؟ ليد. فالتيار هيسبق الفولتج بانجل فاي،
فهيبقى الانجل بتاعه الكرنت بوزيتيف، فهيبقى الكرنت الانجل بتاعته بوزيتيف كوساين ماينس 1 8 من 10 هيطلع 40 و36 درجه. عايز انبه على حاجه صغيره، احنا ليه هنا قلنا الانجل بتاعه الكرنت هي كوساين ماينس 1 8 من 10 اللي هي الفاي يعني، علشان انجل الفولتج صفر. يعني ايه صفر؟ يعني الفاي هي سيتا في ناقص سيتا اي، لو الفي الانجل بتاعته بصفر فالاي هيسبقه بفاي عشان ده كاباستور ده ليد. لكن لو السيتا بتاعت الفولتج مثلا 10 لا ما كانش هيبقى الانجل بتاعت الكرنت كوزاين ماينس 1 8 من 10، كانت هتبقى 10 زائد كوزاين ماينس 1 8 من 10. فمن الاخر اللي انا عايز اقوله ايه، الانجل بتاعت الكرنت هي بلس كوزاين ماينس 1 8 من 10 او الباور فاكتور، يعني كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور ده حالة ان هو ليد، بتبقى ناقص كوزاين ماينس 1 البار فاكتور لو هو لاج. الكلام ده في انهي كيس؟ ان الفولتج بتاعنا يكون الانجل بتاعته صفر. لو الانجل مش صفر لازم ارجع للاساس ان الفاي بتساوي سيتا في ناقص سيتا اي. تمام كده؟ حد فاهم اللي انا قلته ده ولا اتلخبطته؟ تمام ماشي. يبقى لو الانجل بتاعت الفولتج مش صفر، الانجل دي هنجمع عليها ايه؟ الانجل بتاعت الفولتج اللي هي السيتا في عشان نجيب السيتا اي. طيب تاني لود بقى هو مديك ايه؟ 20 كيلو فولت امبير و 0.6 لاج، يعني مديك الاس. حط قانون الاس، ماجنتيود الاس هو في في اي، يبقى ماجنتيود الاي 2 هو الاس على الفي. الاس ب 20 كيلو، الفولت 250 يطلع 80 امبير، يبقى التيار ب 80 امبير وناقص كوزاين ماينس 1.6. قلنا كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور وناقص عشان لاج، اللي فوق كان بوزيتيف عشان ليد. اجمع اي 1 واي 2 يطلع لك الاي اس، طبق كي في ال، هيبقى الفي اس بيساوي 250 فولت بتوع اللود زائد الاي اس في الامبيدنس بتاع الترانسميشن لاين، هيطلع 276 فولت. طيب لحد هنا كده حد عنده مشكله في اول مطلوب؟ باشمهندس هي ممكن الحكايه بتاعه الانجل تاني؟ طيب انا دلوقتي التيار اللي هو اي 2 قلت الانجل بتاعته نيجاتيف كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور، ليه؟ عشان لاج. الاي 1 قلت الانجل بتاعته بوزيتيف كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور، ليه بوزيتيف؟ عشان ليد. يبقى ممكن نقول كده ان الانجل بتبقى بلس او ماينس كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور. لحد كده في مشكله؟ لا كده تمام. تمام. الكلام ده بقى ليه صح؟ علشان الانجل بتاعه الفولتج صفر. يعني ايه صفر؟ يعني انا دلوقتي الانجل بتاعه الفولتج صفر، فاللود الاولاني ليد، فالتيار هيسبق الفولتج بزاويه كام؟ بزاويه فاي. فقلت ان الانجل بتاعه الكرنت زاويه فاي. طب افرض ان الانجل بتاعه الفولتج ما كانتش صفر، كانت 250 وانجل 15، هل التيار زاويته هتبقى الفاي؟ لا، هو هيبقى سابق الفولتج بزاويه فاي، فهيبقى ال 15 بتاعه الفولتج زائد كوزاين ماينس 1 البار فاكتور زائد الفاي. فهمت دي برضو ولا لسه؟ اه لا كده تمام. تمام. من الاخر كده اللي انا عايز اقوله ايه، لو الفولتج زاويته صفر بنستخدم القانون بتاع بلس او ماينس كوزاين ماينس 1 البار فاكتور. لو الانجل بتاعه الفولتج مش صفر لازم ارجع للاساس ان الفاي تساوي سيتا في ناقص سيتا اي. سيتا في عوض عنها عادي، الفاي قول اللي هي كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور عادي، وجيب السيتا اي بكام. تمام كده. وما تنساش ان السيتا بتاعه الاي نيجاتيف في حاله اللاج، بوزيتيف في حاله الليد. ده ايه؟ الاي. لكن الفاي زاويه الاس، زاويه المثلث، الفاي دي بتبقى بوزيتيف في اللاج ونيجاتيف في الليد لانها بتساوي سيتا في ناقص سيتا اي. وصلت ولا رجعت عكيتها تاني؟ لا تمام شكرا كده فهمت. طيب في حد تاني متلخبط؟ وانا كنت فهمتها لحد اخر حته اتلخبطت فين. لحد فين؟ طيب لحد نرجع للرول الاساسي بتاع الفاي. طيب يبقى الفاي هي سيتا في ناقص سيتا اي. انا معترض انت على ده؟ قلت لي لا. لا لا، السيتا في هتعوض عنها، هو مديها لك. معترض على ده؟ لا. طيب الفاي بتساوي كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور، صح كده؟ صح. الفاي دي هتبقى بوزيتيف لو لاج ونيجاتيف لو ليد، بس كده. مش المثلث بتاع اللاج كنا بنرسمه لفوق؟ اه. فالفاي بوزيتيف والبتاع الليد بنرسمه لتحت، يبقى الفاي نيجاتيف، بس كده. تمام شكرا. وتحسب بقى السيتا اي.
تمام تمام. الحته ديت انا على فكره كاتب مساله فيها الفولتج الانجل بتاعه صفر، والمساله اللي بعدها فيها اتنين ترانسميشن لاين وفيها الانجل من الصفر، حلها انت لوحدك في البيت وهتتعلم يعني، تعلم اللي انا بقوله هتفهمها يعني. باي ذا واي يا شباب، لو ان انا دلوقتي جبت تيار اللود الاولاني والتاني وجمعتهم، جبت الاي اس وطبقت كي في ال وجبت الفي اس والكلام ده، انت دلوقتي قاعد مش متضايق، الكلام سهل. لو انت رحت تحله هتغلط، والله هتغلط. فلازم تحل بايديك، وتحل بايديك كل المسائل اللي في الملزمه، يعني المسائل اللي انا هسيبها تحلها. طب واللي انا شرحتها؟ لا، ما لازم تحلها برضو. يعني المساله اللي انا بحلها دلوقتي معاك دي، لما تيجي تذاكر في البيت لازم برضو تحلها بايديك، لان هيواجهك مشاكل فيها وهيواجهك حسابات فيها، لازم تتعرض لده بايديك. اللي انا حليته تحله تاني، واللي ما حليتوش اكيد برضه هتحله تاني. طيب يبقى اول سكه في الامتحان انه يقول لك، يجيب لك تو لودز ويقول لك في ترانسميشن لاين، هات الفولتج بتاع السبلاي. بعد ما يجيب بقى فولت السبلاي يقعد يتسلى عليك بقى، يطلب منك اي حاجه. يعني مثلا يقول لك هات الكومبلكس باور بتاعه السورس. اجيبها ازاي دي؟ جمع الاس، جمع الاس اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت اللود ال1 واللود الاول واللود الثاني وال هنا اللي فوق والترانسميشن لاين. بالظبط، الاس بتاعت اللود الاولاني والثاني والترانسميشن لاين. بس في حاجه اسهل، هي الاس اصلا بتساوي ايه؟ مش انت مش معاك الاس بتاعت الترانسميشن لاين على فكره. الاس اصلا بتساوي اس بيساوي بي بلس جي كي جي كيو او في اي كونجكت، صح كده؟ انت معاك الفي اس ومعاك الاي اس، اضربهم في بعض يبقى الاس بتاعت السبلاي هي الفي في الاي كونجكت. الفي اس احنا لسه حاسبينه ب 276 وانجل 7، والاي اس ب 89 وانجل 26. الكلام ده يطلع لي بكام؟ بس طلعت بي زائد جي كيو، بس كده. دي الباور ده الاس بتاع السبلاي. طيب ثالث مطلوب قال لك بقى هات لي باور فاكتور السبلاي. والله باور فاكتور السبلاي ممكن نقول كذا حاجة، ممكن نقول هو كوزاين الفاي. الفاي بتساوي ايه؟ قال لي الفاي هي زاوية الاس، شايفين كده الاس طلع الانجل بتاعتها 34.4 من عشرة، قول كوزاين الانجل دي، هيبقى كده البار فاكتور بتاع السبلاي. وهتبقى لاج، يعني لازم تكتب جنب البار فاكتور لاج. ليه؟ لان الفولتج انجل بتاعته 7 والاي اس الانجل بتاعته ناقص 26، فالطيار بيلاج. وممكن بدل ده كله نقول ان الباور فاكتور هو البي على الاس، يعني ال20 اللي هي البي ديت على الاس اللي هي ال24.7 من 10، وبرده لاج. ليه لاج؟ لان الكيو بوزيتيف، مش الكيو 13.9 من 10 بوزيتيف، يبقى لاج. طيب يبقى طلب منك فولت السبلاي، اس السبلاي، الباور فاكتور بتاع السبلاي. بعد كده يروح جاي يقول لك يبقى هات الاكتيف والرياكتيف باور لوس في الترانسميشن لاين. يعني ايه؟ مش الترانسميشن لاين ده ماشي فيه كارنت، والريزيستنس دي بتسحب بي، والرياكتنس بتاعه الترانسميشن لاين بتسحب كيو. هات البي والكيو لوس في الترانسميشن لاين، اللوسز اللي بتحصل في الترانسميشن لاين دي. ببساطه الباور لوس هتبقى الاي اس سكويرد في الار اللي هي ب 0.05، والكيو لوس هتبقى اي اس سكويرد في الرياكتنس اللي هي بنص، هتطلع 4 كيلو فار، واللي فوق 4.10 كيلو وات. طيب جبنا الباور الاكتيف والرياكتيف باور لوس في الترانسميشن لاين. قال لك بقى ايه؟ فيريفاي الباور بالانس. نفيريفاي الباور بالانس ازاي؟ انت في الدي سي كان بتقول ان سميشن البي سبلايد تساوي سميشن البي كونسيومد. هنا في الاي سي عندنا بي وكيو، فلازم تجيب سيجما البي سبلايد وسيجما البي كونسيومد وتساويهم ببعض، وسيجما الكيو برضو سبلايد وسيجما الكيو كونسيومد وتساويهم ببعض. فتلاقي مثلا انت اول حاجه هتجيب بقى البي والكيو بتاعت كل اللودز. اول لود هو كان مديك البي ب 8 كيلو وات، ناقص تجيب الكيو بكام؟ طيب بما ان معاك الباور فاكتور ب 8 من 10، يبقى هتقول ان الاس هي البي على الباور فاكتور تطلع 10 كيلو فولت امبير، والكيو هي الاس سكويرد ناقص بي سكويرد تطلع 6. كده جبنا البي والكيو بتاعت اول لود. ثاني لود هو كان مديك الاس اللي هي 20 كيلو فولت امبير والباور فاكتور اللي هو ب 6 من 10، تجيب البي اللي هي الاس في الباور فاكتور، وتجيب الكيو اللي هي اس سكويرد ناقص بي سكويرد. كده جبنا بي وكيو. طب والترانسميشن لاين معانا البي والكيو بتاعته اللي هي البي لوس والكيو لوس. طيب لو جمعنا الباور بتاعت اللود واحد واللود اتنين والريزيستنس،
هيطلعوا قد البي بتاعت السبلاي. ولو جمعنا الكيو بتاعت لود واحد ولود اتنين والكيو بتاعت الترانسميشن لاين هيطلعوا قد الكيو بتاعت السبلاي. وتخلي بالك في الاشارات في الكيو لان في لاج وليد. طيب سميشن البي سبلايد نرجع للسورس, البي سبلايد كانت بعشرين واربعة من عشرة. احنا حسبناها لما قال لك هات الاس بتاعت السبلاي او الكومبلكس بار بتاع السبلاي تلعب بعشرين واربعة من عشرة. طيب السميشن البي كونسيوم هي بي واحد وبي اتنين والبي لوس, بي واحد بتمانية بي اتنين باتناشر, الباور لوس باربعة من عشرة كيلو وات يطلع عشرين برضو واربعة من عشرة. طب الكيو بتاعت السبلاي كانت 13.97 اللي هي تقريبا 14. طيب الكيو كونسيومد انا كاتب هنا نيجاتيف كيو واحد, ليه؟ لان كيو واحد او اللود رقم واحد كان كاتب عليه كده 8 من 10 ليد, كانت باور فاكتور ليد, فالكيو نيجاتيف. طب اللود 2 زائد كيو 2 لان اللود الثاني كان قال لك ان هو لاج, فالكيو بوزيتيف. الباور لوس الترانسميشن لاين لي اندكتنس لي كويل مش كاباستور, فبرضه الكيو لوس بتاعه الترانسميشن لاين لاج فهتبقى بوزيتيف, فيبقى نيجاتيف كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو لوس بيساوي برضه هتطلع 14. طيب يبقى اذا سميشن البي سبلايد بيساوي البي كونسيومد والبي والكيو سبلايد بيساوي الكيو كونسيومد. يبقى جمع البيات مع بعض السبلاي واللودز واساويهم ببعض والكيو بتاع ده وده ويطلعوا لازم زي بعض كده. انا عملت فيريفيكيشن او اثبات للباور بالانس. وكان ممكن نحسب الاس بقى الكومبلكس باور بتاعت السبلاي زي ما حسبناها كده والكومبلكس باور بتاعت كل اللودز ونقول ان مجموع الاس سبلاي بيساوي مجموع الاس كونسيوم. يعني اما نشتغل بالاس او نشتغل ان سيجما البي بيساوي البي وسيجما الكيو سبلاي بيساوي سيجما الكيو كونسيوم. ده طريق وده طريق. حد عنده مشكله في اللي انا شرحته ده؟ محدش. اتفضل. هو انا الاس ينفع اجمعها؟ يعني لو عندي الاس بتاعت اللود الاولاني والاس بتاعت اللود الثاني ينفع اقول ان الاس توتال ايكوال اس 1 بلس اس 2 ولا لازم اعمل اللي هو اسمع ركز بقى اس 1 زائد اس 2 صح, بس لو بتتكلم عن الكومبلكس باور بتجمع ارقام كومبلكس على بعض ممكن ما ينفعش تجمع ماجنيتيود اس 1 على ماجنيتيود اس 2 اللي هي الابيرنت باور ما ينفعش. يعني اللود الثاني كان 20 كيلو فولت امبير والاولاني كان كام؟ كان 6 كان 10 كيلو فولت امبير. ينفع اقول 20 و10؟ لا, لكن ينفع اجمع الكومبلكس 20 وانجل كذا و10 وانجل كذا او بي زائد جي كيو وبي زائد جي كيو. وصلت؟ تمام فين بنجمع شكرا. مين الكومبلكس باور مش الابيرنت باور, ما بنجمعش الماجنيتيود بنجمع الكومبلكس. وحتى تلاقيني كاتب فوق الاس سبلايد كاتب علامه الفيكتور كده اللي هو الشرطه دي ونفس الكلام الكونسيوم. تمام ماشي. يبقى يا شباب نجمع الكومبلكس باور او البي لوحدها والكيو لوحدها. انا عن نفسي بفضل البي لوحدها والكيو لوحدها. طيب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام كويس جدا. دي كده كانت اول سكه ممكن يسالك فيها في الامتحان, وانا اتعمدت ان احط كل الحاجات في مساله واحده عشان ما نحلش غيرها. يعني يجيب لك لودز في ترانسميشن لاين يقول لك هات فولت السبلاي, هات الكومبلكس باور بتاع السبلاي, هات الباور فاكتور بتاع السبلاي, هات لي الباور لوس والرياكتيف باور لوس في الترانسميشن لاين, هات لي اثبت لي الباور بالانس, يطلب منك اي حاجه. دي كده اول سكه. في سكه تانية بقى وعلى فكره دي الاهم ودي اللي هتيجي. انا بقول لك هي هتيجي اللي بعد دي بقى. ايه هي اللي بعد دي؟ انك تجمع المثلثات مع بعض جرافيكال. تعالوا نفهم ازاي نجمعهم جرافيكال, ازاي نجمعهم بالرسم, بعد كده نقول ايه الفكره اللي بتيجي بقى في الامتحان. يعني ايه الحاجه اللي هتجبرك في الامتحان ان نجمع المثلثات مع بعض بالرسم. دلوقتي انت لو عندك مثلثين قلنا ممكن نجمعهم في مثلث واحد زي الرسمه اللي قدامنا ديت, صح كده؟ ممكن نجمع المثلثين دول مع بعض بالارقام. يعني نقول بي 1 زائد بي 2 هي البي توتال وكيو 1 زائد كيو 2 هي البي كيو توتال وهكذا. ممكن لا, ممكن نجمعهم بالرسم. ازاي بالرسم؟ قسمها قدامكم واحده واحده بعد كده نرجع للرسمه اللي في الملزمه دي تاني. دلوقتي يا سيدي انت هتروح جايب المثلث الاولاني هترسم البي بتاعته, تمام كده,
وبعدين هتروح ايه قايم راسم الكيو بتاعته، وبعدين هتروح راسم الاس بتاعته. لحد كده في مشكله؟ ده كده اول مثلث. طب يا باشمهندس المثلث ده ارسمه كروكي ولا توسكيل؟ لا، لو هنجمع المثلثات جرافيكال لازم ترسمها توسكيل. يعني ايه توسكيل؟ يعني لو قلت لك مثلا الواحد سنتي بعشرة كيلو وات، يبقى لو البيب 50 هترسمها كم سنتي؟ 5 سنتي. طب الكيو كانت ب30 هترسمها 3 سنتي. طب الاس طلعت 70 هتروح رسمها 7 سنتي. طب والسكيل واحد للبي والكيو والاس؟ السكيل واحد لانهم كلهم باور، كلهم فولت في طيار، فكلهم ليهم نفس الدايمنشن وكلهم هيبقوا ليهم نفس السكيل. فانا هرسم المثلث اللي انا رسمه ده هرسمه تو سكيل. تمام كده، رسمت بي واحد وكيو واحد واس واحد، والتلات اضلاع اللي قدامكم دول مرسومين تو سكيل. تمام كده. طيب بعد ما ارسم الاضلاع الثلاثه دول تو سكيل، اروح جاي كده واخد لحظه واحده، راح كده جاي راسم كده خط افقي جديد. هبدا من بعديه المثلث الثاني، هرسم المثلث الثاني فوق المثلث الاولاني. يعني هرسم المثلث الثاني من على راس المثلث الاولاني. ازاي؟ بص يا سيدي، هتروح جاي كده راسم خط اللي هو البي، تمام كده، وتروح راسم خط كمان اللي هو الكيو. طيب الرسم هنا رخم شويه، تروح راسم الاس. اديني كده رسمت ايه؟ المثلثين. رسمت المثلث الثاني على راس المثلث الاولاني. طيب اجمعهم ازاي؟ يعني انا رسمت مثلث وجيت فوق راس الاولاني رحت راسم الثاني، اجمعهم ازاي؟ قال لك والله، تعالى بقى كده نرجع تاني للملزمه. قال لك ان المسافه الافقيه دي كلها كده اللي هي دي كده البي اللي هي بي 1 زائد بي 2، وقال لك ان المسافه الرأسيه دي كلها هي الكيو، والمسافه ما بين اول نقطه اللي هي دي واخر نقطه اللي هي دي هي ديت الاس توتال، اللي هي من الاس توتال هي من اول نقطه لاخر نقطه، اللي هي من اول نقطه في المثلث الاولاني واخر نقطه في المثلث الثاني. والبي 1 البي توتال، ركز كده يعني، بص على الملزمه وركز كده وشوف اللي مرسوم ده انت فاهمه ولا لا. هتلاقي ان البي توتال هي بي 1 زائد بي 2، والكيو توتال هي كيو 1 زائد كيو 2، ومن اول نقطه لاخر نقطه المفروض دي تبقى الاس توتال، والفاي توتال هي تان ماينس 1 الكيو على البي. حد مش فاهم الكلام ده؟ انا هقولها تاني واسالكم برضه. انا هرسم المثلث الاولاني بقى ابعاد تو سكيل، وراح جاي على راسه ارسم المثلث الثاني تو سكيل، ولو وصلت من اول نقطه لاخر نقطه ده الاس توتال. يعني لو استها هيطلع هي رقم صح، هيطلع ده الاس توتال فعلا، وان الضلع الافقي ده المسافه الافقيه دي ده البي توتال، والمسافه الرأسية دي هي دي الكيو توتال. في حد مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ طيب المثلث بقى التوتال فين؟ انا ههشره كده، هبوظ الرسمه وهشره. ادي المثلث اهو اللي انا هشره بالازرق ده، ده كده 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 ده كده المثلث التوتال. ده في مشكلة؟ طيب طب دول لو لاج، لو ليد هترسم المثلث الأولاني بي 1 كيو 1 اس 1، وتيجي على راس المثلث تروح راسم بي 2 كيو 2 لتحت اس 2. طيب فين الاس توتال؟ هي المسافة ما بين أول نقطة اللي هي اللي على الشمال دي وآخر نقطة اللي هي دي، ويبقى المثلث فين؟ هو اللي أنا مهشره ده، ويبقى البي توتال هي بي 1 زائد 2 كيو توتال هي كيو 1 ناقص كيو 2، عشان ده واحد لاج واحد ليد. الناس فهمت ازاي ارسم المثلثات جرافيكال؟ طيب انا بقى هيسالني الكلام ده ازاي في الامتحان؟ هيجيب لي 2 نودز ويقول لي اجمعهم وانت تجمعهم جرافيكال، وهقول لك ايه الرخامه في كده، يعني ايه الرخامه انك تجمعهم او عملها سهل، بس يعني اقصد اقول لك لو انت ما عملتهمش جرافيكال هتلاقيهم صعبين. تمام كده، اقول لك امتى بيكونوا صعبين. طيب تعالوا ناخد بس مسألة فيها ايه حملين كده نجمعهم.
مسألة مثلا رقم 5. مسألة رقم 5 ديت جايب لك 2 لودز، لود 1 ولود 2، ومديك معلومتين عن كل لود، وقال لك هات الباور فاكتور بتاع الكومبايند لود. يبقى المطلوب مني ايه؟ هجيب الباور فاكتور. طيب اول حاجة هو مديني عن اللود الاولاني معلومتين اللي هو البي، ومديني اللي هي 20 كيلو وات، والباور فاكتور اللي هو 7/10 لاج. خليك فاكر كويس، احنا قلنا لو اديتك اي معلومتين، اي معلومتين بتجيب الاثنين التانيين، ده في المعادلات. طب في الجرافيكال اي معلومتين هتديهم لي هعرف ارسم بيهم المثلث، هعرف اجيب الاثنين التانيين. اي معلومتين، اي معلومتين مهما عملت، مهما عملت يعني مفيش معلومتين كده ممكن اديهم لك خليك ما تعرفش ترسمه، لا مفيش معلومتين اديهم لك مش هتعرف ترسم. اي معلومتين اديهم لك هتعرف ترسم مثلث. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجه هو كان مديني البي ب 20 كيلو وات، فانا مثلا هاخد سكيل مناسب، اقول ان الواحد سنتي ب 2 كيلو وات، فارسم البي ديت 10 سنتي. ممكن واحد تاني يقول لي انا خايف الرسمه تكبر مني وارجع امسحها واعيدها، فانا هاخد يا عم السكيل 1 سنتي ب 4 كيلو وات، يعني هرسم البي ديت 5 سنتي. حلو صح تمام كده. طيب انا قاعد في البيت طبعا وبكتب الملزمه بتاع، فمش فارق معايا، مش خايف يعني ان ارمي الورقه واكتب واحده جديده، فانت لو خايف امن نفسك عادي. طيب ارسم البي ازاي؟ قلت لي والله انا هروح رسم كده خط افقي، الخط ده طوله كام سنتي، انت واخد السكيل الواحد سنتي ب 2 كيلو وات، والباور كانت 20 كيلو، فارسم خط افقي طوله 10 سنتي. طيب اداني ايه تاني؟ قال لك ان الباور فاكتور ب 7/10 لاج. طيب 7/10 دي او الباور فاكتور دي، هو كده اداني انهي معلومه؟ اداني البي ولا الكيو ولا الاس ولا الفاي؟ الفاي. الفاي اجيبها منين بقى؟ كوزين ماينس 1/7. كوزين ماينس 1/7 تطلع 45. طيب ارسم المعلومه دي ازاي؟ ببساطه شديده هروح جاي كده راسم خط مايل، تمام، الخط ده بيميل بزاويه فاي، الفاي دي قيمتها كام؟ كوزين ماينس 1/7 اللي طلعت تقريبا 45. اه 45. طيب هرسم خط مايل ب 45 درجه، يبقى رسمت البي اللي هي 10 سنتي اللي هي 20 كيلو وات، ورسمت الفاي اللي هو الدهان. دول كده المعلومتين اللي ادهم لي. السؤال، هل كده انا اعرف اجيب الكيو والاس؟ اجيبهم ازاي؟ اطلع فيرتيكال لاين من النهايه بتاعت اللاين الهوريزونتال ده. تمام بالظبط كده، اروح طالع بفيرتيكال لاين هنا كده، كده جبت ايه؟ كيو. وبعد ما جبت الكيو اروح موصل النقطتين النقطه بتاعت اللي هي نهايه الكيو بالبدايه بتاعت البي كده، كده بقى وصلت ايه؟ جبت الاس. طيب في حد عنده مشكله كده؟ هو انا من الباور فاكتور اعرف والبي اعرف اجيب الاس؟ ما انا جبت الايه، انا عملت كده دلوقتي، قصدي من غير رسمي يعني. اه تعرف، بس احنا دلوقتي ما في اول مساله احنا جبنا الاس، قلنا الباور فاكتور والبي على الاس، معاك البي ومعاك البار فاكتور تجيب الاس بكام. بس احنا دلوقتي عايزين نحل المساله جرافيكال، وهنشوف ايه الفكره، ايه الفكره اللي هتجبرك تحل جرافيكال. تمام طيب دلوقتي انا رسمت خط مايل ب 45 درجه، طلعت بعمود جبت الكيو، طلعت بالخط دوت جبت الاس. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ده كده المثلث الاول. طيب عايز اجمع عليه المثلث الثاني. ببساطه يا سيدي هروح جاي كده راسم خط افقي على راس المثلث الثاني، واعمل ايه؟ ارسم المثلث الثاني. طيب هو اداني ايه عن المثلث الثاني؟ قال لك الاس ب 12 كيلو فولت امبير، والبار فاكتور ب 9/10 دي. اداني الاس واداني الفاي، ارسم الفاي ازاي؟ قلت لي والله الفاي هي كوزاين ماينس 1 9/10 تطلع 25 درجه. فتروح انت كده زي الشاطر تجيب خط بيميل بكام؟ ب 25 درجه. تمام كده، يبقى في ترسم محل هندسي للفاي، وبعد كده ترسم الاس ازاي؟ حد يقول لي كده؟ او مديني الاس ب 12 كيلو فولت امبير، اروح جايب البرجل افتحه على كام سنتي؟ هو الواحد ال 2 كيلو ب 1 سنتي، افتحه على 6. نعم قول. طيب اروح جاي كده من هنا، اروح راسم على الخط بتاع الزاويه اللي انا رسمته ده، اروح راسم خط طوله اللي هو الاس بتاعه اللود. طيب بعد ما رسمت الاس اجيب البي والكيو ازاي؟
انزل خط فيرتيكال اس تمام، انزل خط فيرتيكال على الخط ده كده انا جبت الكيو، واروح موصل الخط الهوريزونتال ده كده كده انا بقى جبت الايه، جبت البي. طيب مش يبقى مش المفروض يليد يبقى الاس لتحت؟ صح، كويس جدا، انا ما خدتش بالي، برافو. نمسح بقى اللي احنا عملناه ده، نرسم الخط الاس، نروح راسمين محل هندسي هنا كده لتحت، ليه لتحت؟ ها ليه الفيروس امتال تحت؟ عشان ليد ب 25 درجه، ونفس الكلام اروح جاي ايه، اروح راسم الاس كده، واروح نازل بعمود على الافق ده كده، واروح جاي موصل الخط الهوريزونتال ده كده. برافو جدا اللي خد باله من حته ليد ديت. طيب انا عشان مركز بس في الرسم فما مش مركز قوي في المعلومات دي. طيب يبقى اول حاجه رسمت المثلث الاولاني، وعشان اجمع عليه المثلث الثاني رحت جاي راسم خط افقي، نزلت بالفايل تحت عشان هي ليد لاكوزاين ماينس 1.9، ورسمت الاس، ورحت اسقطت عمود جبت الكيو والبي. طيب انا دلوقتي اول مثلث كان مديني البي والباور فاكتور، عرفت ارسمه ولا لا؟ عرفت. تاني مثلث كان مديني الاس والباور فاكتور، عرفت ارسمه ولا لا؟ عرفت. لو اداني اي معلومتين تعرف ترسم المثلث، اي معلومتين والله اي معلومتين. طيب عايز تجرب في البيت، يعني عايز تقفلها عليا، يعني عايز عايز تتاكد انك فعلا ان انا ما اعرفش ازنقك في الامتحان، يا عم شوف ايه الاحتمالات اللي عندك. انت عندك كام احتمال؟ والله انه يديني بي وكيو، او البي والاس، او الكيو والاس، ادي كام احتمال؟ 3. او يديني البي والباور فاكتور، او الاس والباور فاكتور، او الكيو والباور فاكتور، ادي كام احتمال؟ ادي كمان 3، يبقى كام عندك احتمال؟ 6. يبقى انا ممكن اديك اي معلومتين، في كام احتمال؟ 6 احتمالات. جرب الست احتمالات في البيت، شوف كده في معلومه هزنقك بيها، يعني في احتمال لو اديتهولك مش هتعرف ترسم مثلث، هتلاقي انه لا، جربهم في البيت كلهم هتعرف ازاي لما اديك اي معلومتين ترسم المثلث. وباي ذا واي يعني انا جربت احتمالين من السته معاك دلوقتي، اللي هو البي والبار فاكتور والاس والبار فاكتور. طيب هو كان عايز ايه؟ قال لك هات الباور فاكتور بتاع الكومبايند لود، يعني لو جمعت التو لودز على بعض الباور فاكتور هيبقى بكام؟ ببساطه الاس هي المسافه ما بين اول نقطه لاخر نقطه، ما بين النقطه دي والنقطه دي، تمام كده. طيب بعد ما جبت الاس وصلت الاس بتاعتي، قيس الزاويه بتاعت الاس توتال مع الافقي، هتشوف الفاي بكام وجيب كوزين الفاي. تعالوا بقى نبص على الرسمه كده بنظافه في الملزمه، هتلاقي اني رسمت البي 1 ب 20 كيلو وات، ورسمت المحل الهندسي الفاي 1، تمام كده، المحل الهندسي اللي هو ده، ورحت اسقطت عمود كده اللي هو طلعت بخط راسي من البي لفوق ووصلت الاس 1، فدي بي 1 وكيو 1 واس 1، ونفس الكلام رسمت المثلث الثاني بي 2 وكيو 2 واس 2، ووصلت الاس توتال. اس الفاي توتال بكام؟ طلعت 26 درجه بالمنقله، يبقى البار فاكتور كوزاين الفاي توتال هيطلع ب 0.899. لاج ولا ليد وليه؟ لاج. ليه؟ عشان الاس فوق. عشان الاس فوق، تمام جدا. احنا دلوقتي عرفنا حاجه جديده، ان انا ممكن ارسم المثلثات تو سكيل واجمعهم. ايه بقى الـ 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 الحاجه اللي بيزنقك فيها في الامتحان؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي اديتك معلومتين عن اول مثلث رسمته، اي معلومتين؟ اي معلومتين. طب تاني مثلث اديتك عنه برضو معلومتين فرسمتهم، اي معلومتين اديهم لك هتعرف ترسمه؟ والله اي معلومتين اديهم لك هتعرف ترسمه. امتى بقى سخف عليك؟ اديك معلومتين على المثلث الاولاني فقولا واحدا انت هترسمه، واجي على المثلث التاني اروح مديك معلومه واحده بس مش هتعرف ترسمه، اديك البي بكام او الكيو بكام او الاس او الفاي بار فاكتور يعني، وبس مش هديك حاجه تاني، فانت مش هتعرف ترسمه. اروح لعب معاك ازاي بقى؟ اقول لك انا هديك معلومه على المثلث التوتال، اقول لك الحملين مع بعض الاس بتاعتهم كذا، الاس توتال بكذا، او البي توتال بكذا، او الفاي توتال بكذا، البار فاكتور الاوفر اول بار فاكتور. فبدل ما اديك معلومتين عن تاني مثلث عشان ترسمه، اديك عنه معلومه واحده، واروح مدي لك معلومه كمان عن ايه؟ عن المثلث التوتال، عن الحمل التوتال.
تعمل ايه بالمعلومتين دول؟ اول معلومه في المثلث الثاني ترسم بيها محل هندسي، والمثلث التوتال هديك عنه معلومه تروح راسم بيها كمان واحد محل هندسي. تقطع المحل الهندسي ده مع ده يطلع لك المثلث الثاني اضلعه فين والمثلث التوتال اضلعه فين. دي لو انت حلتها بالمعادلات هتبقى صعبه، لكن جرافيكال بربع جنيه يعني بترسم مثلثين ثلاث خطوط هنا وثلاث خطوط هنا وخلاص، ولا اي حاجه ولا اي حاجه، خمس دقايق. هي دي بقى الفكره ايه الثانيه في الامتحان. يبقى اول فكره افكركم بيها تاني، يجيب لي احمال وسبلاي وترانسميشن لاين، تجيب طيارات الاحمال وتجيب فولت السبلاي وتجيب الباور لوس والترانسميشن لاين وتجيب الباور بالانس، تعمل كل حاجه. تاني فكره ان اجيب لك مثلثين او حملين واقول لك اجمعهم بس كده، انا مش عايز حاجه تاني، جيب حملين واقول لك اجمعهم. بس الحملين دول هتجمعهم ازاي؟ ان هديك معلومه واحده عن اللود الثاني ومعلومه واحده عن اللود التوتال، واللود يعني في لود من الاثنين لازم يبقى معلوماته كامله، لازم في لود من الاثنين يبقى معلوماته كامله، يبقى مديك عنه معلومتين. طيب تعالوا شوف ايه تو اكزامبلز كده ولا حاجه على اللي انا بقوله ده. هنا جايب لك مساله كلها كلام بس كده، بيقول لك فاكتوري مصنع يعني في الكتريكال لود البي بتاعته ب 1600 كيلو وات والباور فاكتور بتاعه 8/10 ليج. قال لك في اديشنال لود هيتحط في المصنع، النيو لود اللود الجديد ده الباور فاكتور بتاعه 6/10، وقال لك بعد ما ضفت النيو لود ده الاوفر اول باور فاكتور بقى ليد، الاوفر اول باور فاكتور بقى ليد. قال لك with overall apparent power 3200 كيلو فولت امبير، هات الاكتف باور والرياكتف باور بتاعه الادد لود، اللود اللي انا ضفته، وهات الاوفر اول باور فاكتور. طيب واحده واحده كده، اللود الاولاني كان مديك عنه كام معلومه؟ 2. ايه هما؟ قال لي هو 1600 كيلو وات، بما ان ده كيلو وات يبقى ديت البي، وقال لك الباور فاكتور بتاعه 8/10 لاج، يبقى الباور فاكتور ده لاجنج. طيب اعرف ارسمه؟ اعرف ارسمه ازاي؟ امسح بس الكلام ده كده. ادي يا سيدي البي ل 1600 كيلو وات، انا هاخد مثلا ال1 سنتي ب 400 كيلو وات، فال1600 يبقى 4 سنتي، فانا هرسم خط طوله 4 سنتي. بعد كده هرسم الفاي، الفاي بكام؟ كوزاين ماينس 1 8/10، فوق ولا تحت؟ حد يرد كده عليا؟ ليه فوق؟ عشان لاج. عشان لاج. طيب برافو، يبقى نرسم كده ايه خط او محل هندسي للفاي، اللي هو الخط الداش اللي انا رسمه ده. اجيب الكيو والاس ازاي؟ قلت لي والله اطلع كده بعمود هنا، تبقى جبت الكيو بتاعتك واقفل المثلث، تبقى جبت الاس بتاعتك. طيب في مشكله في المثلث الاولاني؟ طيب اداك كام معلومه بقى في المثلث الثاني؟ قال لك ان الاديشنال لود ده البار فاكتور بتاعه 6/10، صح كده؟ طيب اروح جاي كده راسم خط افقي عشان ارسم المثلث الثاني، اداني الفاي او البار فاكتور بكام؟ ب 6/10. ارسم الفاي دي لفوق ولا لتحت؟ حد كده يرد؟ ها الباور فاكتور 6/10 ارسم الفاي فين؟ لتحت يا باشمهندس، لتحت. ليه بقى لتحت؟ عشان ولا ليه؟ التوتال ليد. بالظبط، هو بص هو الباور فاكتور قال لك ب 6/10 وما قالش لا ليد ولا لاج، بس راح في السطر اللي بعدها قال لك ايه؟ بعد ما ضفت اللود الجديد الاوفر اول باور فاكتور بقى ليد. طيب انا دلوقتي كان عندي لود لاج، حطيت عليه كمان لود، بقى الاوفر اول باور فاكتور ليد. اكيد اللود الثاني ده كان ايه؟ كان ليد. اللود الثاني كان كباسيف، يبقى تروح قايل له كده بقى، تقول له اللود الثاني بما ان الاوفر اول باور فاكتور ليد يبقى السكند لود ده اكيد كان كباسيف، فالباور فاكتور الثاني 6/10 ليد، فالفاي 2 هتبقى كوزاين ماينس 1.6 اللي هي 53. ارسم ال 53 ديت تحت، اروح راسم كده 53 لتحت. طيب كده رسمت محل هندسي للفاي. هل ادالك معلومه تاني؟ قلت لي لا.
بس هو ادالك معلومة عن المثلث التوتال. ايه المثلث التوتال؟ قال لك الاوفر اول ابيرنت باور ب 3200 كيلو فولت امبير. تمام كده؟ طيب ارسم المعلومة دي ازاي؟ حد يعرف؟ همشي من اول بوينت للاخر ب 3000 باللي هو الباور كله من اول بوينت رسمته. امشي ازاي؟ امشي في انهي اتجاه؟ يمين. يمين ازاي يعني؟ ارسمها ازاي 3000؟ مش فاهم يعني، ما انا مش عارف الانجل بتاعت الاس توتال. بالبرجل يعني، هعمل ايوه بالبرجل، اروح فتح البرجل احط سنه على النقطه اللي انا واقف عليها دي اللي هي اول نقطه في المثلث، واروح عامل ارك طوله 3200. طيب اروح اعمل ايه؟ اروح قاطع المثلث، قصدي اسمه ايه ده، الخط اللي هو اللي انا رسمته ده. تمام كده؟ تمام كده؟ اروح فاتح البرجل على 3200، طبعا مش 3200، انا واخد ال1 سم ب 400، فال 3200 على 400 تطلع تقريبا 8 سم، فافتح البرجل على 8 سم واروح قاطع المحل الهندسي ده بال 3200. بعد كده اعمل ايه طيب؟ يا شباب اخد بقى نقطه الانترسكشن دي وخط فيرتيكال بالظبط كده، اروح واخد الانترسكشن ده اروح رسمه هنا كده، دي كده الاس توتال، واروح عشان اجيب الاس المثلث الثاني اروح نازل بقى بخط فيرتيكال كده هنا، ده كده الكيو بتاعت اللود الثاني، واروح ماشي كده افقي، ده كده البي بتاعت اللود الثاني. طيب وبعد كده اروح راسم بقى، اقفل الضلع ده كده الاس بتاعت اللود الثاني، والاس توتال اللي هو الضلع الكبير اللي هو ايه متوصل ده. طيب تعالوا نشوفها كده مرسومة في الملزمة. يبقى هرسم الـ P واحد والـ Q واحد والـ S واحد عادي. بعد كده أروح واخد محل هندسي للـ Phi 2 اللي هو ده الخط الداش ده. بعد كده أروح فاتح البرجل واقف على نقطة البداية دي، وأروح فاتحه بـ 3200، أروح قاطع الـ الخط بتاع الـ Phi 2 ده، أرسم محل هندسي للـ S total. فالنقطة دي تروح نازل منها كده على اروح طالع منها لفوق، ارسم الـ Q2 والـ B2 والـ S2، واروح موصل ديت اللي هي الـ S total. يبقى هنا هو عمل معاك ايه؟ ادالك معلومة عن المثلث الثاني اللي هي الـ Power Factor بكام، ومعلومة عن المثلث الثالث اللي هو الـ Overall Apparent Power بكام. اما قطعت المحل الهندسي ده مع ده، عرفت المثلث الثاني وعرفت المثلث الثالث. يبقى دي فكرة الامتحان، ان هو بيعمل ايه؟ يروح جايب مثلث فيه معلومتين يبقى منور تماما، تعرف ترسمه كله، ومثلث فيه معلومة واحدة ما تعرفش ترسمه، ترسم محل هندسي، والمثلث التوتال يدي لك برضو معلومة ترسم بيها محل هندسي، تقاطع ده مع ده تجيب المثلثين. هو كان عايز ايه؟ كان عايز الاكتف باور والرياكتف باور بتاعة اللود الثاني. فهتقيس البي 2 بكام؟ هتطلع 1480، هي كانت 3.7 سنتي وضربتها في 400 طلعت الرقم ده. والكيو 2 هتقيس هتطلع 2080 كيلو فولت امبير، كيلو فولت امبير رياكت كيلو فار يعني. طيب وكان عايز الاوفر اول باور فاكتور. مهندس انا كنت حليت المساله دي وفرضت البي وكده، حليتها ماثيماتيكال يعني، فطلعت الباور ب 1498.5. تمام. ولما رسمتها زي حضرتك برضو طلعت 1480، وكنت شفت حضرتك رسمها في نسخه قديمه كانت 1520. ففي مدى للايرور ده في الامتحان يعني ولا ايه؟ اخرج بتغلط في 1/10 حاجه كده يعني. يعني انت يعني اصلا 1480 غير 1498.5؟ لا مش 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 فرق مش كبير يعني. عادل. مثلا لو انا دلوقتي بقول لك انا عندي حمل في مكنسه مثلا ثلاجه 1480 كيلو وات، ده اللي مكتوب عليها. انت لو سالتك الثلاجه ديت كام وات هتقول لي 1500، صح كده؟ ليه؟ ال 18 دول مش فارقين عشان ده 1500. لكن لما يكون مثلا الباور بتاعه الجهاز 30، فعش تقول لي 30 مش فارقه من 50، ال 20 دي قليله، لا تفرق. ليه؟ عشان ده رقم صغير. لكن 1500 18 و15 الكلام ده ما تفرقش، ده كلام فاضي يعني. تمام كده؟ هشتغل بالرسم على طول.
بالظبط. وهيفرق معاك ايه في يعني كدايمنشن بقى، سيبك من الرقم دايمنشن، هتلاقي الرقم كلكم زي بعض او الفرق بينكم بلس ماينس 1/10 سنتي، لو 1 ملي اكتر من كده انت بتعك يعني. اصل دي مش رسمه صعبه، رسمه يعني، يعني انت متخيل حل المساله عباره عن ايه؟ انك رسمت 3 اضلاع المثلث الاولاني ومحل الهندسي ده وده قطعتهم فجبت المثلث الثاني بس كده. ما حلتها، ما بتاخدش خمس. حلتها السكيل بتاعي كان 1 سنتيمتر 200 كيلو وات، فلقيت البرجل بيفتح على 16 سنتي بقى وحاجات كده اصلا. لا خدها 400 عشان الرسمه تطلع زي كده. تمام، شكرا. لازم تمرن ايديك، لازم تمرن ايديك كويس قوي في الحل عشان تعرف اخد سكيل بكام، ازاي ارسم محل هندسي واقطع مع بعض، احسن الاكيورسي بتاعت الرسم بتاعتي، اقطع اصلا ده ازاي. عفر اديتك محل هندسي رخم، اديتك مثلا الكيو بتاعت مش عارف او تاني دود والاس بتاعت التوتال، اقطعهم ازاي مع بعض. فلازم انت تمرن نفسك. طيب بصوا بقى يا شباب، كان عايز ايه تاني؟ نشوف بس المطلوب التاني بعد كده نتكلم. يعني كان عايز الاوفر اول باور فاكتور، هجيب ببساطه كده الزاويه بتاعت الاس توتال اللي هي الفاي توتال دي عايزها بكام، تطلع 15، والاوفر اول باور فاكتور هيطلع 0.96. الفكره دي مهمه جدا جدا يا شباب، مش المساله دي، الفكره نفسها اللي هو يديك معلومه عن المثلث ده ومعلومه عن المثلث التوتال وتقطعه، دي مهمه جدا جدا جدا، ودكتور نبيل ياما جابها في امتحانات. تمام كده. وخلي بالك من حاجه مهمه قوي هقولها، احنا ناقصنا مساله واحده زي دي هحلها وخلاص، بس خلي بالك من حاجه مهمه قوي. انا قلت لك لو اديتك اي معلومتين يقينا انت هتعرف ترسم المثلث، وقلنا ان في 6 احتمالات، يا بي وكيو، يا بي واس، يا كيو واس، يا اما بي والبار فاكتور، يا اما كيو والبار فاكتور، يا اما اس والبار فاكتور. زي ما دي اتقفلت الثانيه برضك في ايديك. يعني ايه في ايديك؟ يعني هو هيديني معلومه على المثلث الثاني، في كام احتمال؟ 4، يا اما بي، يا كيو، يا اس، يا بار فاكتور. والمثلث التوتال هيديك عنه معلومه، في كام احتمال؟ 4، يا بي، يا كيو، يا اس، يا البار فاكتور. هيديني هنا من ايه وهيديني هنا ايه انا ما اعرفش، في كام احتمال؟ 16 احتمال، الاربعه في الاربعه يعني البي، ويديك معاها البي او الكيو او الاس او البار فاكتور، الكيو او يديك معاها البي او الكيو او الاس او البار، وهكذا. فتلاقي عندك 16 احتمال، وشيل منهم احتمالين. ايه هما الاحتمالين دول؟ انه يديك البي 2 والبي توتال، لانه لو اداك البي 2 انت عارف البي 1 فعرفت البي توتال، البي توتال ما بقتش مجهوله، فشيل شيل الاحتمال ده، يعني مش هديك البي 2 والبي توتال، وشيل احتمال ان اديك كيو 2 والكيو توتال، يبقى يتبقى لك 14 احتمال. نفس الكلام انت لو مسكتهم كده في البيت ورقه وقلم، ده هيديني الفاي 1 والفاي 2 والفاي توتال، شوف هقطعهم ازاي. ده هيديني الكيو 2 والكيو توتال ومثلا والبي توتال، ده هيديني الاس 2 والفاي توتال. اقعد شوف الاحتمالات دي وشوف هقطعهم ازاي، هتلاقي ان الموضوع مفيش كيس في الامتحان ممكن تجي لك انت مش عارفها. طيب تاني، ليه بنجمع اللودز جرافيكال؟ الحل بتاع المساله دي هو عباره عن الرسمه اللي قدامك فقط، اترسمت في اقل من 5 دقايق، 5 دقايق مثلا. لو حليت المساله دي ماثيماتيكال هتاخد معاك وقت كبير، ان انت يبقى بديك معلومه عن المثلث الثاني ومعلومه عن المثلث الثالث، لو قعدت تحلها بالقوانين هتاخد وقت كبير، فده الحل ده افضل. لسه طيب يعني اعمم الجرافيك اللي كله، ايه اعمم الجرافيك اللي كله يعني. بص انا شايف انه ان حل الجرافيكال ده سهل، يعني لو اديتك التولز كل واحد عنده معلومتين تعرف تحلها ماثيماتيكال بسهوله وجرافيكال بسهوله، صح كده؟ بس شايف ان جرافيكال سهله فاعملها. لو لود بقى في معلومه واحده والتوتال في معلومه واحده مش تعرف تحل غير جرافيكال، الاناليتيكال هيبقى يتحل بس صعب. تمام كده. فانا شايف ان لا، خلي الجرافيكال لكله. تاني حاجه بنسبه كبيره جدا دكتور نبيل بيجيب اني كيس، الكيس اللي احنا فيها الثانيه دي اللي هو يزنقك تحل جرافيكال، وباي ذا واي ده حل سهل يعني، مش بيعسفك، حل سهل جدا، وقاله في المحاضره يعني برضو ما جاش فجأك في الامتحان. طيب هنا طالب بردك مطالب كده التاني في المساله، بحلها انت لوحدكم في البيت. وطبعا في البار فاكتور كوريكشن ده مش معاكم السنه دي. اخر بقى المساله نحلها سريعا كده، جايب لك لود رقم 1 مديك الاس بتاعته اللي هي 25 كيلو فولت امبير والبار فاكتور ب 8/10 لاج، ومديك اللود 2 قال لك هيتنج يونت
وسكت وقال لك التوتال باور فاكتور ب 8.85 لاج، هات الريتنج بتاع الهيتنج لود. طيب واحده واحده كده، انا هرسم المثلث الاولاني، هو مديني فيه معلومتين اللي هو الاس والبار فاكتور، فراح ببساطه كده اي راسم خط افقي تمام كده، واروح راسم عليه الاس او مش الاس بقى، محل هندسي للفاي، يعني هو مديني البار فاكتور 8.10 لاج، فارسم فاي لاج كوزاين ماينس 1 8.10 فوق ولا لتحت؟ لفوق لانه لاج، واروح راسم كده خط لفوق بزاويه كوزاين ماينس 1 8.10 اللي هي 36 تقريبا تمام كده. طيب بعد كده هو قال لي الاس ب 25 كيلو فولت امبير، راح جاي هنا راسم خط طوله 25 كيلو فولت امبير طبعا بسكيل يعني. طيب اجيب ازاي البي والكيو؟ حد كده يقول لي هننزل بخط خط راسي، ننزل بخط راسي كده دي كيو، وبعد كده نوصل والبي ده الافق. ده الافق بس كده، ده كده اول مثلث، او اما يديك معلومتين بيبقى الموضوع سهل. طيب قال لك اللود الثاني هيتنج يونت، هو كده ادالك ايه؟ يعني ايه هيتنج يونت؟ يعني عنده بي بس. بي بس، حلو. طالما بي بس يبقى الهيتنج يونت ده يعني ريزيستيف، بيور ريزيستيف، يعني يونتي بار فاكتور، يعني البار فاكتور بتاعه بواحد، يعني بيكونسيوم بي بس. يعني الفاي بتاعته بكام؟ زيرو. يبقى لما اجي ارسم اللود الثاني هروح جاي كده على راس المثلث ده تمام كده، المحل الهندسي للفاي فين؟ هو الخط اللي انا رسمه ده، يعني المثلث بتاعي عباره عن ايه؟ عن بي بس، يعني الكيو مش موجوده والاس هي البي، فالمثلث بتاع اللود الهيتنج ده هيبقى عباره عن ايه؟ خط افقي بس، هو ده المثلث. فين المحل الهندسي بتاع الخط ده؟ هو اللي انا رسمه. طيب ده كده المعلومه بتاعت اللود الثاني. اللود التوتال بقى هو اداني عنه ايه؟ قال لك التوتال بار فاكتور 0.85 لاج. اعمل ايه بالمعلومه دي؟ واوصل بالخط اللي هو الخط اللي هو مديني البار فاكتور التوتال ب 85%، فاقول كوزاين ماينس 1 85% تطلع لنا رقم كده مش فاكر اقل من 36 بشويه، اروح راسم ايه رقم بالفاي الجديده دي، ارسم محل هندسي بالفاي التوتال. هل هي قطعت المحل الهندسي بتاع البي؟ فين بقى البي؟ الخط المتقاطع ده، ايوه من اول كده راس المثلث لحد التقاطع ده، صح كده؟ اللي هو الخط اللي انا رسمته ده، مظبوط. طيب وفين الاس توتال اللي هي من اول بدايه المثلث لحد اخر نقطه اللي هي دي؟ تمام كده. طيب تعالوا نشوف الرسمه تاني اهو، وانا دلوقتي رسمت بي 1 وكي 1 واس 1، ده ما كانش فيهم مشكله، رحت رسم خط افقي اللي هو الفاي 2 بصفر، ده كده محل هندسي للبي، ورحت رسم الفاي توتال، رحت مقاطع الخط ده طلع لي البي 2 بكام. هو كان عايز ايه؟ كان عايز الريتنج بتاعه الهيتنج يونت، الريتنج بتاعها اللي هو البار بتاعتها، يعني البار بتاعتها بكام. فهتقيس الخط اللي هو بي 2 ده، هيطلع 4.2 كيلو وات، طبعا هي 2.1 سنتي وانا واخد السنتي ب 2 كيلو، فهيطلع 4.2 كيلو وات، ده كده الريتنج بتاع الهيتنج يونت. طيب في مشكله في الكلام ده؟ حد عنده سؤال؟ طيب يا شباب باشمهندس اتفضل. هو عامه في الدرس دوت الرولز اللي انا محتاج اعرفها ليه مكتوبه في السمري بس؟ تمام ماشي شكرا. الخص كده اللي انت محتاج تعرفه يا شباب عشان الناس بس اللي اتلخبطت، انا عارف ان انا تقلت عليكم واديت لكم سيكشن تقيل جدا، انا عارف ده، بس انا كنت حابب ان انت تفهم معلومتين ما اعتقدش انك يعني لو انت ما سمعتهمش في سيركتس ما اعتقدش ان في حد يقولهم لك في ماده تانية. اللي انت محتاج تعرفه قوانين البي والكيو والاس، اللي هي البي في اي كوزاين فاي، الرياكتيف باور في اي ساين فاي، الاس اللي هي الفي في الاي كونجكت او بي زائد جي كيو،
الباور فاكتور هو كوزين فاي او بي على الاس. ازاي ترسم المثلث ويبقى الفوق لو لاج لو ليد او كاباستيف يبقى تحت. المسائل بتبقى عباره عن ان انت ترسم يبقى يجيب لك لودز وترانسميشن لاين وسبلاي فتجيب فولت السبلاي وتعمل الباور بالانس وتعمل الكلام ده. ده سكه. السكه الثانيه لا انا هجيب لك حملين تجمعهم مش عايز اكتر من كده. يعني اجيب لك حملين واقول لك هات الاوفر اول باور فاكتور, اجيب لك حملين اقول لك هات الاوفر اول اكتف باور, اجيب لك حملين اقول لك هات ايه هات اللود الثاني مثلا كان كام, لو الاوفر اول بكذا اللود الثاني كان كام. طيب الحملين اللي بتجمعهم دول بتجمعهم ازاي جرافيكال؟ لو اداك معلومتين عن المثلث الاولاني هترسمه ومعلومتين عن المثلث الثاني هترسمه, الاس توتال هي اول نقطه لاخر نقطه. ده لو ادالك المثلثين كاملين. الحاله الرخمه انه يروح جايب لك المثلث الاولاني عنه معلومتين فترسمه, المثلث الثاني يديك عنه معلومه واحده فقط ترسم بها محل هندسي بس مش هتعرف ترسمه, ويقول لك المعلومه كمان على المثلث التوتال فترسم بها كمان محل هندسي. تقاطع المحل الهندسي ده مع ده تعرف المثلث الثاني بكام والثالث والتوتال بكام. اي معلومه عايزها سواء بي او كيو او اس عن المثلث الثاني هتعرف تجيبها. بي او كيو او اس او البار فاكتور عن المثلث التوتال هتعرف تجيبها. يعني انا لو عايز المثلث التوتال هنا اهو ديت كده الاس توتال هو الخط ده, ديت الكيو توتال, ديت البي توتال, وادي الفاي توتال اهي يا عم عشان البار فاكتور. طيب عايز البي تو البي 2 ادي البي 2, طب الكيو 2 بصفر عشان ده هيتنج يونت وهكذا. فانت اي معلومه طالما قطعت المحلين هنسينا تعرف تجيبها. لحد هنا كده انا خلصت. هل حد عنده سؤال قبل ما اقفل؟ اه يا باشمهندس, الباور الوحيد اللي ليه كومبوننت في الكومبلكس هو الاس, بقيتهم كلهم ريل. اه تمام. بمعنى ايه برضه عشان ابقى فاهم؟ ايه بمعنى ايه برضه عشان ابقى فاهمك اكتر؟ قصدي يعني بيبقى مثلا ايه ما فيش كومبوننت في الكومبلكس مثلا للبي ولا كومبوننت في الكومبلكس للكيو. اه لا لا, البي ديت رقم ريل اللي هو 20 كيلو وات 50 كيلو وات هكذا. الكيو نفس الكلام ده رقم. لو عندي كومبوننت منفرده بس الاس هي بي زي الجي كيو. تمام. لو عندي كومبوننتس منفرده بشتغل بالرولز اللي هي بتاعه الفي اف اي, لكن لو عندي كومبوننتس لود كامل بستخدم الساين والكوزاين صح؟ اللي هو الرول اللي في ساين لو وكوزاين عندي قصدك ار بس او ال بس او كده. اه اللي هيجي لك في المسائل, ما هو ده بقى المهم, اللي هيجي لك في المسائل يا اما ريزيستنس بس يبقى الباور بتاعتها اي سكويرد في ار والكيوب صفر, لو كويل يبقى الكيوب بتاعتها باي سكويرد في اكس والبي بصفر, والكباستور نفس الكلام نيجاتيف اي سكويرد في اكس سي والبي بتاعتها بصفر. زي كده مساله الترانسميشن لاين كان في بي في الريزيستنس والكيو في الكويل وبس, فجبنا اي سكويرد في ار واي سكويرد في اكس. في اي كوزين فاي ديت ده لما يكون عندك حمل كده بيسحب بي وكيو مع بعض لو امبيدنس بالاخر. تمام يا باشمهندس شكرا. تمام كده. حد عن سؤال تاني؟ مهندس هو في علاقة بين بين فاي 1 وفاي توتال؟ يعني لو فاي توتال أقل من فاي 1 ده معناه إن المثلث التاني ليد ولا مش شرط؟ لا ما ده ملهاش دعوة. يعني مثلا هنا الفاي توتال أصغر من فاي 1 بس الأولاني لاج والتاني لاج برضو, هو بس البار فاكتور بتاع التاني أحسن من البار فاكتور بتاع البار فاكتور بتاع التوتال أحسن من البار فاكتور بتاع المثلث الأولاني لوحده عشان الفاي اقل. لكن يعني لو هو قال لي ان الاولاني لاج والتاني لاج برضو, لا مش التاني اللي هو التوتال لاج, ده معناه ان في احتمالين للتاني ان هو يا اما لاج او ليد. صح, فبعرف احددها بقى من التاني لاج ولاج هيبقوا لاج ليد ولاج, بس الباور الليد الكيو بتاعت الليد اصغر من الكيو بتاع اللاج, ما التالت هيفضل لاج برضو. ما هو انا دي بقى بحددها بالباور فاكتور. يعني في علاقه بين الباور فاكتور الاولاني والتوتال؟ لا مفيش علاقه. الفاي واحد مفيش حاجه تربط الفاي واحد بالفاي توتال ولا الفاي 2 بالفاي توتال. تمام ماشي. تمام كده. هو الحاجه الوحيده بس اللي ممكن تستنتج منها حاجه اللي احنا المساله اللي حليناها ان كان في لود لاج ولود ما قالكش هو ايه, فاللود التوتال راح قال لك ايه, قال لك ده ليد على فكره, فاكيد اللود اللي اتجمع عليه ده كان ليد صح كده عشان يقلب. لو كان قال بقى انه لاج لا ما اعرفش, الثاني ده ما اعرفش ايه, ما
مقدرش استنتجها من الباور فاكتور. لا ما تقدرش لان ده لاج وده لاج، فاللي في النص ده كان ايه ممكن يكون لاج زي بقى زيهم ليد، لا ما تعرفش. اصل انا لما اجمع مثلثين لاج هيطلعوا لاج، طب لو واحد لاج وواحد ليد ما اعرفش مين هيغلب على حسب الكيو بتاعته اكبر. فمش معنى ان التالت طلع لاج يبقى التاني ده كان لاج، ممكن يبقى ليد بس ما عرفش يغلب. ما تقدرش تحدد يعني. ماشي. وانت تتاكد انه غلب لو قال لك التالت بقى ليد عكس الاولاني. انما لو التوتال لاج ما اعرفش. ما تعرفش. تمام شكرا يا باشمهندس. يا شباب حد عنده سؤال تاني؟ طيب ماشي خلاص اتفضلوا يا شباب.